تمام، احنا كده لايف اهو. مساء الخير عليكم يا جماعه. معاكم النهارده محمد الشريف واحمد طلبه، حلقه قديمه جديده ومتجدده. كان في حد برضو ازيك يا باشا، كان في حد بيقول احمد طلبه خد استولى على الـ على الـ على الكتاب. والله هو صاحب بيت، يعني هو يجي وقت ما يحب. بنخليكم وكمان الحلقه دي كانت يعني انا كنت عايز اعملها بقى فتره، بس كان يعني ايه، كان في تقلبات كتير. يعني نقول لاحمد مبروك مبدئيا، مبروك الجواز، الله يبارك فيك حبيبي، الله يبارك فيك، ونقول له مبروك على الشغل الجديد. فيعني كان فكويس عارف انه وصل له في الاخر يعني. الحمد لله. فهو يعني الحمد لله، يعني كان في اخبار لطيفه الفتره اللي فاتت دي كلها، فيعني كنت سايبه براحته ياخد وقته. الحمد لله. بعد كده نرجع نتكلم براحتنا بقى، يعني احنا ورانا ايه، وراناش حاجه. احنا كنا بنحاول نظبط الحلقه دي تقريبا من شهر 8 حاجه زي كده، بقالنا فتره فعلا يعني. فالحمد لله انا كان يعني في كان بس كان في الفتره دي كان في حاجات تانية اتكلمنا فيها وكده في البودكاست، بس يعني كنا عايزين الحلقه دي ان شاء الله تطلع. وقلنا فرصه بما ان يا احمد لسه طالع من معمعه الانترفيوهات بتاعه تغيير الشغل وكده. انا لسه فاكره كان الفتره اللي فاتت كان قبل يعني في الحلقات اللي فاتت كان لسه في البنك، صح؟ شغال في المره دي الحمد لله هو نقل جيت لاب. فطبعا اكيد عديت في مرحله انترفيوهات، فدي حاجه هنتكلم عليها برضو، الاكسبيرينس بتاعتها، لان بالنسبه لناس كتير بتخش في مجال الديف اوبس والحاجات دي، هيبقى بالنسبه لهم الموضوع ده برضو ايه انترستنج، ان هم يعرفوا الاكسبيرينس بتاعه الانترفيو بتاعه الديفلوبرز مقارنه بالانترفيو بتاعه الديف اوبس. الكلام اللي احنا عارفينه يعني، اللي احنا بنحاول يعني، اللي هي برضو شغل الديف اوبس الى حد ما يعتبر ريليتيفلي نيو بالنسبه للناس، فما بيبقاش واضح قوي بالظبط ايه الفروق. بس فكده يعني ايه، ادينا كده ريفرشر اللي حصل الفتره اللي فاتت دي من اخر مره شفناك، عبال ما تديني انا وقت ايه اشير الحركات. وبرضو الناس تساعدنا يا جماعه، يعني حاولوا تشيروا معانا الفيديو. انا كنت شغال في ارست بنك، في بنك هنا في النمسا، حوالي سنتين او سنه و11 شهر حاجه كده يعني. وكنت شغال كلاود انجينير، حاجه ليها علاقه برضو بالديف اوبس والاس ار اي، بس كانت حاجه ما هي عشوائيه، ما كانش فيه كده، ما كانش فيه رول محدده بنشتغل فيها يعني، او حاجه محدده بنشتغل فيها. كنا مشتغلين علاقه باي دبليو اس اكتر من اي حاجه تانية يعني. وبعدين تعرف ان هي الافريج بتاع الشغل بيبقى سنه ونص سنتين كتير، وخلاص بقى بتنقل حاجه جديده الا لو انت عايز تستقر في مكان عشان توصل للمانجريال اريا. فخدت خطوه كده ان انا بعمل انترفيوز، وعملت في كذا شركه، عملت في ديجيتال اوشن وداتا دوج وجيت لاب وان 26 وكذا شركه يعني. كنت متارجت يعني حاجات معينه بعمل فيها انترفيوز وبتارجت رول معين، بتارجت اس ار اي. والحمد لله اشتغلت في جيت لاب، اتقابلت في جيت لاب، ودي كانت اكتر شركه فيهم يعني. انا ما كنتش عامل حسابي ان انا هدخل، كنت عامل حسابي ان لا يعني، كنت مركز على حاجه، على شركات تانية وش يعني، بعمل ماشي في البروسس في حاجات تانية. ودي جت بالصدفه كده، اللي هو ريكروتر كلمني، وبعدين كلمت المديرين واشتغلت معهم شويه على في البروسيس، وربنا كرم في الاخر يعني، طلعوا هم الطف حد فيهم فعلا يعني. تمام، مبروك مبروك. هو عامه دايما في يمكن اغلب الوقت بتبقى الحاجات اللي انت يعني مش مديها اهتمام قوي 100%، يعني انت عامل اللي عليك كل حاجه بس مش حاططها في دماغك قوي، تلاقي سبحان الله اللي هي اللي رشقت يعني، هي اللي ظبطت. ده حقيقي بالظبط. فكويس يعني، الحمد لله انك انت يعني مبسوط في المكان الجديد. طبعا انت لسه بقالك ايه، شهر بتقول بقالك حاجه؟ بقالي شهر يعني، لسه يعني بتلاين الكرسي يعني، لسه ما لحقناش. ده حقيقي. بس ايه فرق بقى يعني، انا برضو حاجه، هل حسيت بفرق مثلا بين شغلك في حاجه في شركه سوفت وير يعني زي جيت لاب، شركه سوفت وير 100% يعني بتعمل حاجه في سوفت وير، وشركه مثلا او بنك بيعمل سوفت وير بس يعني ايه، بس هو في نفس الوقت هو اصلا فاينانشال انستتيوشن يعني، هو اصلا بيعمل يعني. هل كان في فرق ما بين الاثنين؟ والله ده سؤال كويس. هل في فرق بين الاثنين؟ انه احنا في جيت لاب بتشتغل على ديف اوبس بلاتفورم، بتشتغل على بلاتفورم للديف اوبس سايكل كلها، مش بتشتغل على مجرد ان احنا ويب سايت بنهوست الريبوزيتوريز وخلاص يعني. في جيت لاب رانرز وفي حاجات سي اي جوه البلاتفورم نفسه،
بيقوم بمهمة السي اي والسي دي. فكل ده بيخليك يعني بتشتغل في environment كل حاجة فيها ليها علاقة بالسوفت وير او ليها علاقة بالتولز بتاعت الديفلوبرز او ليها علاقة بالهوستنج كمان, ودي حاجة تانية ممكن نتكلم فيها قدام شوية. البنك انت بتشتغل على حاجات ليها علاقة ببرودكت واحد, انت مسؤول ان انت تطلع مثلا البانكينج سوفت وير اللي هو الاونلاين بانكينج وخلاص, يعني ما فيش حاجه تانية. فيش بقى انت بتشتغل شغلهم هم الانفراستراكشر بتاعتهم هم تحديدا شغلهم هم الابلكيشن بتاعهم هم. بالظبط. المختلف شويه في جيت لاب عن معظم شركات السوفت وير برضو ان هم they are very open, يعني الترانسبيرنسي عندهم عاليه جدا. فالميتنج بتطلع على اليوتيوب, الميتنج بتاعتنا بتاعت التيمز, الهاند بوك موجود اونلاين اي حد ممكن يخش يقرا. بيقبلوا حاجات كتير من الكوميونتي از ليها باتشز للسوفت وير نفسه بتاع الويب سايت, يعني ممكن اي حد يكونتريبيوت لجيت لاب, مش بالضروره كل اللي شغالين في جيت لاب هم بس اللي بيعملوا السوفت وير يعني. فدي حاجه من الحاجات اللطيفه خالص في جيت لاب. وانا في تيم برضو ميكست, انا في تيم اسمه دليفري, فمسؤول عن الريليزز بتاعت جيت لاب والريلايبيلتي برضو بتاعت جيت لاب دوت كوم. والجانب الاخر اللي هو السيلف هوستنج, مسؤولين برضو عن السيلف هوستنج, لان احنا بنطلع الباكج بتاعت جيت لاب ان حد عايز ينزل جيت لاب على السيرفر بتاعه, فمسؤولين عن التيم بتاعنا مسؤول عن الاثنين. فبرضو في حته في النص كده لطيفه ان انا قادر اشتغل مع الانفراستراكشر وبشتغل مع السوفت وير في نفس الوقت, فدي حاجه برضو لطيفه يعني. حلو. حتى انا كنت عارف موضوع او كنت نسيت موضوع ان جيت لاب في سيلف هوستد برضو, يعني ان دي برضو الواحد بينسى احيانا ان في لحد النهارده يعني ليجيتيميت يوز كيسز للساس كومبانيز ان هو بيبقى عندهم حاجات سيلف هوستد. انا اشتغلت في بيئه شبه كده شويه لما كنت في فيموير, كان اللي هو ورك سبيس 1 اللي كنت شغال فيه ده اللي هو بيعمل الام دي ام موبايل ديفايس مانجمنت, كان عندهم سيلف هوستنج اوبشن, هم كانوا عايزين يخلصوا منه فعلا, بس هو كان بس كان لسه موجود لان كان في حالات كتير مثلا حكومه مثلا او وزاره الدفاع في دوله معينه او حاجه زي كده اللي هو مش عايز يطلع, بس هو محتاج التامين, يعني هو محتاج التكنولوجي بتاعه التامين دي بس مش عايز يحطها في الكلاود. فكان فوصلنا لمرحله ان هو لو هتدفع عشان لوح فلوس رهيب هنديك السيلف هوستنج. لانه كان يعني هدك انك انت يبقى عندك دايما ناس متاخره عنك مثلا 15 ريليس حاجات بقى بالمنظر ده, بس يعني بس كان ساعات sometimes it's worth it يعني. السيلف هوستنج في جيت لاب مش بفلوس, ببلاش, فدي حاجه برضو يعني اي حد ممكن ينزل جيت لاب ويستخدمه. بس انا شغال في تيم برضو مسؤول عن السكيورتي باتشز والحاجات اللي ليها علاقه ان الناس اللي عامله سيلف هوستنج دول محتاجين يستفيدوا من السكيورتي باتشز اللي بتطلع من الابديتس. بالظبط. ف اتس فيري تشالنجينج يعني, وحاجه حلوه جدا في التيم يعني, دي حاجه انا مبسوط منها من ساعه ما بدات معاه. ده ممتاز ممتاز. لا انا الصراحه يعني انا عشان برضو بقى الواحد عاد, احنا عملنا حلقه مع باسم من جيت هاب, عملنا حلقه معاك من جيت لاب عشان ما حدش يقول ان احنا متحيزين لحد. فاللوم بنقفل كل حاجه, فاضل ستاك اوفر فلو بعد كده نقفل. بس انا كنت متارجت جيت, انا مش عارف يعني مش عايز اقولها عشان يعني ما بوظش بقى. بس لا والله يعني من ساعه ما اشتغلت في جيت لاب دي حاجه يعني انا مقدرها جدا جدا جدا, الترانسبيرنسي اللي موجوده في الشركه, الهاند بوك بتاعهم رائع يعني. انا ارشح اي حد يخش يقرا لو حد بيحاول يبني تيم ريموت, بجد 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 رائع يعني. والشركه كلها 100% ريموت يعني. ف ما انا عارف الموضوع ده, انا فاكر حتى من اول المؤسسين اللي عملوه مع بعض اللي هم كل واحد في بلد ما قابلوش بعض غير بعدها بسنين حاجه زي كده, انا ده فاكر ان هم يعني كان الريموت جزء من الدي ان اي بتاع الشركه يعني, مش بس عشان الكوفيد يعني, هم اصلا ريموت من قبل ما يبقى فيه كوفيد ولا يبقى قبل اي حاجه, هم طول عمرهم ريموت, ما لهمش اوفيس يعني محدد, ما اعرفش دلوقتي بقى فيه هيد كوارتر في حته ولا لا, بس ما لهمش برضه. فالناس موفره الصراحه من بدري جدا يعني. ممتازه جدا الحكايه دي. وكمان الـ
انا عاجبني جدا ان هو بيامبريس الكالتشر بتاعت الاوبن سورس للكور، يعني مش بس مجرد ان احنا عندنا بنشتغل اوبن سورس، لا البرودكت نفسه اوبن سورس، الكالتشر بتاعتنا والهاند بوكس اوبن سورس يعني. لا فدي حاجه برضو بتبقى كويسه انك انت تشوف الفاليوز دي مش بس يعني بتعملها في البرودكت، لا انترنالايز الفاليوز دي كمان يعني ناخدها للنكست ليفل. فدي حاجات جميله الصراحه يعني، الواحد بيحب يشوف امثله مختلفه من فلسفات الشركات يعني. يعني تلاقي في شركات بتحل نفس المشكله بس كل واحد ليه فلسفته في حلها يعني، مش كل حاجه واحده يعني. ممتاز. وفي حاجه كمان لطيفه جدا، في عندهم بروجرام ما اعرفش بقى لو حد بيسمعنا ممكن يهتم، لو هو عايز ياسس شركه، في اللي هو الشادو بروجرام مع سي او بتشادو سي او بتاع جيت لاب، وتقدر تتعلم منه ازاي بتدير مثلا. لو حد مهتم ممكن يقدم في البروجرام ده. ده بيبقى ده يعني زي كوتشنج يعني او حاجه زي كده؟ بيشادو السي او هو بيشتغل وبيتعلم منه، وممكن يطبق هو على الشركه بتاعته المفروض يعني. جميل جدا الكلام ده. لا والله شغل حلو يعني، يعني زي عامل زي البير بروجرامينج بس السي اوز السي اوز يعني. لا لا حلو الحاجات دي بتبقى مفيده فعلا يعني. يعني مش لازم تبقى الشركه هدفها بس انها تعمل فلوس حلوه جميله يعني، محدش يعترض على الفلوس. بس يعني ليه لا يعني، ليه ما يبقى في حاجه ممكن تعملها ببلاش كده والناس تستفيد يعني. ده وبيبقى ليها كمان يعني مردود حتى نفعي يعني، مش لازم تكون حاجات كلها قيميه وبتاع، لا في مردود نفعي، الناس بتاسوشيت بوزيتيف ثينجز مع البراند يعني، الناس دي مفيده والناس دي حلوه، الناس دي مش شريره يعني. ده حقيقي بيخلي البراند كمان سمعته كويسه في السوق يعني. بالظبط. فيعني طيب انا لا عشان برضه انا اللي عارفه عن الكارير بتاعك، انك انت قبل كده اول ما ابتديت اصلا ابتديت ديفلوبر يعني، انت كنت شغال ديفلوبر اساسا، فانت عملت النقله اوريدي بتاعه للاس ار اي او الجزء ده من فتره، من قبل حتى جيت لاب. طب انت عملت النقله دي ازاي او جت ازاي؟ ده سؤال كويس، علشان مصعب كان برضو بيتكلم معانا من اسبوع يمكن او حاجه، انه ازاي حد يشتغل في الكارير باث ده وهو لسه فريش يعني، لسه طالع من الجامعه. وقلنا انه للاسف الطريق مش ممهد بالكامل لاي حد فريش انه يشتغل في الفيلد ده، لانه هو ميكس فيلد ما بين السوفت وير وما بين الانفراستراكشر، فانت لازم تبقى شاطر في الاثنين، وعارف انت عارف الاثنين، عارف البيست براكتس بتاعت السوفت وير والديزاين باترنز والحاجات بتاعت السوفت وير والكلام ده كله، وفاهم في الانفراستراكشر عشان تعرف تشتغل على الليابيلتي. للاسف علشان تعمل السويتش لازم تبقى في فيلد من الاثنين، يا يعني تبقى سيستم ادمنستريتور مثلا او انفراستراكشر انجينير، او تبقى في الحته بتاعت السوفت وير وتقدر ترانزيشن بعد سنتين ثلاثه مثلا ما تاخد الاكسبيرينس يعني. انا عملت الترانزيشن دي بعد حوالي 3 سنين از باك اند انجينير. رحت كان التيم بتاعي كنا شغالين في البيمنت والممبرشيب والسبسكريبشن والحاجات دي في الشركه، واتكلمت مع التيم ليد بتاعي وقال لي عايزين نمبريس الحته بتاعه المونيتورنج والريلايبيلتي بتاعه الانفراستراكشر عندنا. فاشتغلت معاه شويه على المونيتورنج والابزرفابيلتي، وتعلمت الحته دي، تعلمت ان انا ازاي مونيتور السيستم وازاي نطلع الميتريكس من السوفت وير بتاعنا. وكنت في الوقت ده برضو بتعلم مع نفسي الانفراستراكشر، بتعلم مع نفسي ازاي ابني انفراستراكشر والكلاود عامله ازاي وكوبرنيتيس والحاجات دي كلها. فدي كانت الاوبن بتاع الجيت واي يعني، اللي انا اعرف اشتغل في الحته دي، لحد ما جات لي فرصه ان انا اشتغل كلاود انجينير في البنك اللي انا اشتغلت فيه، وميكس الاثنين بقى، اللي هو اكتب سوفت وير وفي نفس الوقت اشتغل على الكلاود والانفراستراكشر. وبس بعدها اشتغلت بقى في جيت لاب از ان اس ار اي. ف يعني على ما اذكر انه السوفت وير من الحاجات المفيده او الحاجات اللي بتاسس صح للاس ار اي تحديدا، عشان الاس ار اي دايما بيحلوا مشاكل الانفراستراكشر بسوفت وير. يعني انت بتشتغل على التولينج طول الوقت، بتشتغل على حاجه بتوتوميت الحاجات بتاعه الادمنستريشن طول الوقت. ف السوفت وير طبعا ده البدايه يعني، هو اللي فادني شويه. لازم المايند سيت دي موجوده يعني، فكره انك انت مش داخل تحل مشكله دلوقتي وخلاص، مش لازم تعمل، مش داخل مثلا على البانل او الادمن تعمل تدوس زرارين وتحل المشكله وتروح تعمل حاجه تانية. لا انت بتفكر لها دايما من وجهه نظر، طب انا اخليها سيلف سيرفيس ازاي، اخليها اوتوميتد ازاي، اخليها مش عارف ايه ازاي وهكذا. هي
على الجانب الاخر في معانا في التيم مثلا حد انفراستراكشر مش جاي من خلفيه سوفت وير, فما بيعرفش يكونتريبيوت قوي للتولز, يعني بيشتغل بيكتب باش, بيعمل حاجات شطار جدا جدا في ازاي يعملوا كوبرنيتس ويشتغلوا مع كوبرنيتس, بس مثلا ممكن يكون بيلاك ازاي شويه يكتب تول كامله او سوفت وير كامل يهندل الريليزز مثلا. علشان كده التيم بتاعي كان ميكس شويه ما بين, احنا عندنا في التيم بتاعي باك اند انجينيرز وساتر لابيلت انجينيرز, وكلنا بنشتغل مع بعض. في ناس بتشتغل على التولينجز وفي ناس بتشتغل على الانفراستراكشر, وانا كنت اول حد يهيروه من بره الشركه ميكس من الاثنين, اللي هو بيكتب سوفت وير وفي نفس الوقت بيكتب بيشتغل مع الانفراستراكشر. فكنت انا شويه داخل على ان انا ابقى الجلو بتاع التو تيمز يعني جوه التيم اللي انا فيه ده. فبس رجوعا لسؤالك, يعني لو حد عايز يخش في الديف اوبس او الساتر لابيلتي انجينيرنج, لو هو عنده فرصه ان هو يشتغل سوفت وير انجينير كذا سنه قبل ما يشتغل مثلا ادمنستريتور او انفراستراكشر انجينير, دي هتفيده جدا قدام. هو بالظبط انا اللي اعرفه يعني اللي افهمه بالذات في الحته بتاعه الاس ار اي والبرودكشن انجينيرنج وكل الحاجات دي, ان هو بيبقى دايما انت عندك ميكس, يعني انت عندك باك جراوند سوفت وير, باك جراوند نتوركينج, باك جراوند ادمنستريشن, او يعني اللي هو الجزء في جزء السكيورتي طبعا. انت بقى كل بني ادم مش لازم يبقى الميكس بالظبط ما بينهم بعض, هتلاقي ناس اقوى في حته, الناس اقوى ده حقيقي, زي مثلا ناس قويه في السوفت وير لان هو كان باك جراوند بتاعته سوفت وير, ناس هتلاقيها مثلا اقوى شويه في النتوركينج لان هو اصلا جاي من نتوركينج باك جراوند. وانت بتبقى وانت بتبني التيم محتاج تبالانس, محتاج الناس اللي يعرفوا ينفعوا, لان كل مش كل المشاكل زي بعض. انت ممكن تقع في مصيبه الكور بتاعها النتوركينج, واحد تاني لا انت عايز واحد صايع بتاع كيرنل مثلا علشان انت عندك مشكله في الاوبريتنج سيستم ومحتاج تفهمها مع بتاع النتورك وتقعدوا مع بعض كده ايه, فبتبالانس التيم بحيث يبقى عندك الايه الكولكشن اللطيف من من الخبرات. وممكن ده يمكن احنا يعني بقالنا فتره في موضوع المالتي ديسيبلينري فيلدز دي, يعني اللي هو انت عندك وظيفه بس وظيفه مش وان دايمنشن, يعني متعدده الابعاد, يعني ومن ضمنها مثلا حاجات زي الداتا ساينس مثلا نفس الفكره متعدد الابعاد, يعني هو في ناس ماثيماتكس واي اي وسوفت وير واحصاء ومش عارف, يعني مش مثلا هو دخل حاجه طلعته هو كده, لا هو عنده خبرات مختلفه طلعته في هذا الاتجاه. فهتلاقي دايما الوظائف اللي بالمنظر ده بتبقى انترستنج دايما, انك انت ممكن تجي من اي اتجاه, يعني ممكن تكون جاي من كل الاتجاهات دي, بس في الاخر صعب تاخدها كاول وظيفه, غير ما هتلاقي انك انت احتجت تخش في مجال من دول عشان بس تاخد الكحرطه بتاعه المجال ده قبل ما تلاقي نفسك اتحطيت فيه. بالظبط بالظبط, لطيف. يسلم فمك والله, انت اختار شكل احسن مني بصراحه. لا بالعكس, هو مش كده, هي الفكره بس ان هو ال الحكايه دي بالذات لانها دايما بتعمل, يعني كان بيجي نفس الاسئله دي مش على الديف اوبس, كان بيجي على الداتا ساينس, وكانت نفس القضية, يعني اللي هو صعبة, أنا ما أعرفش إزاي تبتدي كداتا ساينس لو أنت لسه متخرج, يعني it's really hard. وأعتقد هي نفس الفكرة في وحتى الموضوع ده ممكن يجي في السكيورتي برضه, يعني الشغل السكيورتي برضه عشان ده برضه فيلد كبير قوي, في وسائل إنك أنت ممكن تخش في السكيورتي من البداية بس بتبقى قليلة قوي, يعني غالبا هتلاقي نفسك دخلت مثلا في التستنج في هو البين تستنج في الحاجات دي, ولو إن برضه ده برضه يعني محتاج خبرات. فأنت بتلاقي غالبا حد يا إما جاي من السوفت وير, يا إما جاي من التستنج, يا إما جاي من النتوركينج, يا جاي من الأدمنستريشن, يعني من ماثماتكس مثلا والكريبت أناليسيس ومش عارف إيه والحاجات دي. فبرضه هو يعني إيه في اتجاهات كتير ممكن تكون جاية لها يعني في من الموضوع ده. ايوه لازم يبقى فيه الاول شويه اكسبيرينس برضه, شويه خبرات مختلفه يعني. بالظبط, هو بص هو اعتقد في ناس هتلاقيها اتلخبطت مننا شويه, وانا شخصيا بحس ساعات ان الترمز بتتلخبط شويه. ايه الفرق ما بين الديف اوبس والاس ار اي؟ هل هم حاجه واحده ولا هو متعارف عليهم انهم حاجه واحده, ولا هو دي حاجه ودي حاجه بس متقاربه, يعني عشان بس نبقى ايه واضحين مع الناس. يعني اكوردنج يعني تو جوجل الكتاب بتاع الاس ار اي, اللي هم اللي مطلعين الحوار بتاع الاس ار اي, هم شارحين كده بيقولوا ان الديف اوبس از مور لايك فلسفي للشركه كلها, دي بنغير المايند سيت من ازاي بنكتب سوفت وير لمايند سيت ازاي نبقى اجايل ونكتب سوفت وير ونشيل السايلوز ما بين التيمز. فهي بتطبق الديف اوبس بيتطبق للشركه بالكامل, لكل حتى للتيمز بتاعت لكل الديسيبلينز اللي فيها. ولكن الاس ار اي از ان امبلمنتيشن للديف اوبس, هو امبلمنتيشن لحته في الديف اوبس اللي هي بتاعه ازاي نحل مشاكل الانفراستراكشر بالسوفت وير. فالاس ار اي از لايك
زي الامبلمنتيشن بتاع الكلاسز كده، ازاي بتعمل كلاس تحط فيها البلو برينت بتاعك، وازاي تعمل الامبلمنتيشن بقى للانترفيس ده او الكلاس دي عندك في الكود يعني. فهو بس الاس ار اي از مور لايك ا براكتيكال شويه عن الديف اوبس بالظبط. ولكن في بقى الرولز اللي طالعه من ساعه الديف اوبس ما بقى حاجه يعني، انه بقى في رولز للديف اوبس بقى امر واقع يعني. وفي ناس بيستخدموا التو تيرمز يعني بالخلف خلاف كده اللي هو يعني يعني في ناس بتستخدم التو تيرمز مع بعض، وفي ناس بتقول بن هاير ديف اوبس او اس ار اي، في ناس بتقول احنا بن هاير ديف اوبس والناس بتشتغل جوه شغل اس ار اي، وفي ناس بتهاير از اس ار اي وبتعمل حاجات ليها علاقه بالديف اوبس اكتر. ف في الاخر وهو لا هو يعني انا مش عايز اقطع، بس هي نفس، انا متفق معاك في حته ان هي الديف اوبس از مايند سيت او كلتشر اكتر من ان هي وظيفه في حد ذاتها كتايتل او رول. لان ساعات انت عايز مثلا يبقى عندك ديفلوبرز ديف اوبس اوير، يعني هو مش هيعمل مش هيمانج انفراستراكشر 100%، بس نفس الوقت بيعرف ازاي يديزاين السيرفيسز بتاعته بحيث انها تبقى مانجد باي، يعني مثلا يخلي الحاجه بتاعته مثلا انفراستراكشر از كود، مثلا بيستخدم كونفيجريشن بدل ما يقعد يعني يقدر يغير الكونفيجريشن بالانفايرمنت مثلا والحاجات دي. لو ده تفكير ناس فاهمه ديف اوبس، عارف ان هو مش كل ما يحتاج يعمل تغيير لازم يريديبلوي مثلا، لا يعني محتاج ان انا اقدر اغير الحاجات دي اون ذا فلاي، السكيورتي بوستشر بتاعك او السكيورتي موديل انت بتستخدمه عامل ازاي. فدي مايند سيت بتاع الديفلوبر، هو اصلا ديفلوبر بس نفس الوقت هو بقى عنده دايمنشن تاني بيفكر فيه وهو بيديزاين، زي ما بيبص على اليوزابيليتي وعلى الفلكسبيليتي وعلى السكيورتي ومش عارف ايه، بيبص برضو على الاوبرابيليتي وبيبص على المونيتورنج، بيبص على يعني بقى عنده بقى عنده حاجات تانية والاليرتنج وبتاع، بيبص على في السيرفيس بتاعته بالظبط. وفي نفس الوقت عنده رول موجود ان في ناس مثلا بتوع الاس ار اي ازاي هيعرفوا يطلعوا معلومات من من السيرفيس بتاعته علشان تفت مع الحاجات اللي بيعملوها، مش ما هو لوحده مثلا بيريبورت اللوجز لوحده بطريقه تانية مثلا، احنا بنلمها بطريقه معينه يا ابن الحلال اللي هو يعني ايه. يعني ففي كده دي بقى جزء من الكالتشر بتاعت المكان. وبلس بقى فكره انك انت مش بتكتب سوفت وير وتحذفه فوق السور كده بتاع الاوبس، وبتاع الاوبس ياخده ديبلوي وكده باظ يروح حذفه لك تاني، تصلح الباج وتحذفه له تالت، تبقى عامل ابو بينج بونج كده مع بعض، ده مش productive او مش agile. فهي دي الـ يعني في وجهة نظري الديف اوبس هو الكالتشر بتاعت الديف اوبس بتيجي من النقطه دي، انك انت بتحاول تخلي الناس تتشارك في الاوبريشنز بتاعت الابلكيشن. والاس ار اي بقى بيفت الجاب بتاعت انك انت بقى محتاج عشان توصل للمرحله دي محتاج يبقى عندك تولز، محتاج عندك سيلف سيرفنج تولز، يعني مش هقدر ان انا اخلي الديفلوبرز او التسترز او الانجنييرز عموما ان هم يقدر ياكسس البرودكشن دايركتلي كده، يفتح ال SSH على البرودكشن ماشين، يعني مش الدرجه دي يعني. لكن في نفس الوقت عايزه يبقى عنده وسيله ان هو مثلا لو عايز يعمل ديبلويمنت، عايز يعمل كونفيجريشن تشينج، عايز مش عارف يستارت ريليس، عايز يرول باك حاجه، دي تولز انا ببنيها جوه السيستم او استخدم تولز موجوده واوفقها على اوضاعي وكده، وبعد كده اخلي الناس تقدر تستخدمها. فان هو الجاب دي من ضمن الوظائف بتاعه اس ار اي بيبيلدوا الجابس دي. مظبوط كده اللي انت قلته. هو انا كنت عايز اقول بس ان انا اشتغلت في شركه ما كانش فيه كان فيه ديستنكشن جامد ما بين الانفراستراكشر وما بين السوفت وير ديفلوبمنت، وده كان عامل لنا مشاكل كبيره في الريليزز مثلا، وان احنا مش عارفين اصلا نشوف السيرفيس بتعمل ايه لان هم اللي عندهم اكسس بس واحنا ما لناش اكسس. ف الديف اوبس از ا كلتشر بتحل المشكله دي، بتخليك مثلا تتعامل مع الانفراستراكشر تيم بشكل مور، يبقى فيه كولابوريشن وتشوف السيستمز بتاعتك عايشه ازاي، او تشوف المونيتورنج بتاعك واللوجز والحاجات دي. بس تمام 10 استنى. طيب هو دلوقتي عاده بقى يعني عشان لو خش نفتح شويه في موضوع الانترفيوز ده، ايه الفرق الاكبر ما بين الانترفيوز للسوفت وير انجينير العادي او اللي بيشتغل في التستنج او اللي بيشتغل في حاجه في الموضوع ده، وما بين واحد بيشتغل في الاس ار اي او بيشتغل في الحاجات العلاقه بالديف اوبس؟ هل نفس الحوار ولا ميكس ولا ايه بالظبط يعني؟ هي للاسف ديبندز على الشركه. دي حاجه بتبقى على حسب الشركه بتطبق انهي موديل عندهم وبتهاير ازاي مثلا للديف اوبس او للاس ار اي. فانا مثلا في شركه من الشركات كنت داخل از ان اس ار اي في البروسيس، كتبت سوفت وير، كان مطلوب مني ان اكتب سوفت وير للدي ان اس للانفراستراكشر،
اكتب له السبيكس بتاعته ويبقى سوفت وير زي سوفت وير ديفلوبمنت بس الحاجه ليها علاقه بالانفراستراكشر. وليتر اون في البروسيس كان مثلا بعمل بول ريكويست ريفيو وبطلع مشاكل من حاجه ليها علاقه برضو بالسوفت وير. فده مثلا كنت ده متهاير از ان اس ار اي بس كنت بكتب سوفت وير يعني حاجات ليها علاقه بالكود اكتر. في في شركه تانية كان في الاثنين. كنت مثلا بلايف كود مع حد بنحل مشكله ما سمول الجوريثم اللي هي بتاع بنسولف ديبندنسي سيركلر ديبندنسيز في باكج مانجمنت. و كانت حاجه بسيطه خالص. وبعدها مثلا خدت كهوم تاسك لا اشتغلت برضو مع ليتر اون اشتغلت مع انفراستراكشر انجينيرز على كونسول لسيرفر وبنحل مشكله ما. فمثلا دول استخدموا التو مودلز اشتغلت بروبلم سولفنج واشتغلت حاجه لها علاقه بالانفراستراكشر. فهي بتبقى على حسب الشركه للاسف ما فيش حاجه واحده تخلي يبقى في مثلا موديل واحد للانترفيوز للديف اوبس او للاس ار اي. ولكن في شويه حته واضحه ما بين اللي انت بتتهاير از ديف اوبس وما بين الاس ار اي. ان معظم الشركات في الاس ار اي بيهتموا بالانفراستراكشر او بيهتموا ان هم يسالوك حتى مش لازم في الكودنج. الكودنج انت مثلا لو هتعمل بروبلم سولفنج او هتكتب سوفت وير ده مش المقياس. المقياس ان انت بتتكلم معاهم انت عارف الانفراستراكشر وواعي واوير للحاجات بتاعت الانفراستراكشر اكتر والدي ان اس وازاي اللود بالانسرز بتشتغل وازاي هتعمل ديزاين للنتوركس والكلام ده. ولكن في الديف اوبس بيهتموا شويه بالسي اي سي دي بايب لاينز ما اعرفش ليه بيهتموا في الحته بتاعت الديف اوبس بالسوفت وير برده بدوكر بالكلام ده. ففي شويه ديستنكشن في الانترفيوز ما بين الديف اوبس وما بين الاس ار اي ولكن في النهايه بتبقى على حسب الشركه يعني. وانت لاحظت طيب يعني الاهتمام اكتر بيبقى بالتكنولوجيز بعينها يعني مثلا بيبقى عايز حد مثلا فاهم كوبرنيتيز حد فاهم دوكر حد فاهم شاف مش عارف الحاجات دي ولا هو بيبقى بيبص عموما على يعني حاجات تانية والتكنولوجيز بقى حسب ما تيجي يعني خالص يعني. في مثلا داتا دوج ما كملش معاهم بروسيس لان هم قالوا لي ان هم عايزين بيور بروبلم سولفينج وايت بورد. فانا استغربت جدا خصوصا انها حاجه ليها علاقه بالاسر انت يعني حد مش ما بيتكلموش في حاجه ليها علاقه بالانفراستراكشر خالص. فدي كانت حاجه اوكي يعني فهمتها بعدين ان هم عايزين حد عادي بيكتب سوفت وير وهيتعلم تكنولوجيز جو. وفي شركات البنك اللي انا كنت شغال فيه مثلا الانترفيوز بتاعته بيور كوبرنيتس يعني انت بتشتغل على كوبرنيتس بس بتديزاين حاجه صغيره بتديبلويها وبتشتغل على الانفراستراكشر وليك اكسس على الشيل وليك اكسس على امازون اكاونت وتمام يعني. وتخش ترابل شوت لو في مشكله او حاجه وبس. فبس يعني هي بتبقى على حسب الشركه زي ما قلت. انا مش عايز بس ريفيل الحاجات اللي علاقه بال لا لا مش لازم تقول اسئله يعني طبعا. انا بس قصدي لو ببقى عايز اعرف الاسلوب او الاساليب المختلفه اللي الناس بتبص عليها يعني حتى في الصوت بتلاقي ساعات كده يعني تلاقي مثلا في شركات هو مثلا عايز جافا ديفلوبر هتلاقيه يمسك الكانديديت دي يعصره جافا ده حقيقي مش هيفرق معاه حتى يعني ممكن تلاقيه سال شويه اسئله مثلا ديزاين اوبجكت اورينتد والجوريثمز بتاعه بس الجزء الاكبر والاصعب كان الجزء اللي بتاع التكنولوجي لان هو مثلا بيقول انا عندي كود بيز هنا مكتوب من ايام التسعينات فانا عايز اعرف ان البني ادم اللي هيجي ده هقدر احطه في الكود بيز دي هيسلك. في مثلا ناس تانية تلاقيه هو مثلا مثلا نفس حكايه بتلاقيه بتوع في الداتابيز انجينيرز مثلا او ناس شغاله في الدي بي ايز وكده هتلاقي في اي ناس فيندر سبيسيفيك جدا يعني انت عايز حد اوراكل يعني جورو وناس تقول لا انا عندي مش مشكله هو حتى لو كان شغال في يوم من الايام ماي سيكويل ولا بوست جريس بس هو تقيل هيتصرف هيعرف يتصرف بالظبط. فببقى عايز اعرف هل في برضو يعني نفس الـ المايند سيتس دي اللي هي السكولز بتاعت ان الناس لا انا بشتغل كوبرنيتس عايز حد عايز بشتغل اي دبليو اس عايز حد صايع اي دبليو اس بشتغل اجر عايز حد مش عارف ايه. فدي هي بتبقى على حسب زي ما قلت لك بتبقى على حسب الشركه بس معظم الشركات ال مش عارف المحترمه للاسف مش عايز اقول ما بيركزوش قوي على التكنولوجيز علشان التكنولوجيز بتختلف يعني مثلا
شركات كتير بتبقى انترنز يعني في ترانزيشن اصلا جوه الشركه من حاجه لتول لتول تانية لتكنولوجي لتكنولوجي تانية بيحصل طول الوقت بالظبط. فهم عايزين حد يادبت عادي, فممكن هيسالوك في بروبلم سولفنج مثلا او سوفت وير عادي وانت هتخش جوه تتعلم التكنولوجي. بعكس لو انت مثلا متهاير باك اند في شركه زي جيت لاب, فانت لازم تبقى عارف روبي وروبي ويندز مثلا لان هي اتس روبي شوب يعني. او انت بتحب روبي انا عارف. انت اصلا ابتديت روبي صح؟ ابتديت روبي فكويس. فبالنسبه لي يعني بالنسبه لي يعني الكومفورت زون, رجعت الكومفورت زون بتاعتي. فهم كمان بيشتغلوا جوه جو, ففي ممكن يكونوا هيبقوا طالبين حد يشتغل جوه باك اند, فلازم تبقى عارف جو يعني هيطحنوك في الانترفيو جو والران تايم والمحرفش ايه والجاربج كولكشن والكلام ده كله. بس فبتبقى على حسب الرول وبتبقى على حسب الشركة زي ما قلت لك. لا بس ممتاز يعني انا يعني هو كويس. هو طبعا واضح ان لسه الاستراكشر بتاع الانترفيو نفسه مش ستاندردايز قوي يعني يعني حتى في السوفت وير الموضوع ابتدى يتشكل بشكل كبير. بقى في ستراكشر معروف يعني انت بيبقى عندك مثلا يعني بيبقى في مثلا امفاسيس على نوعيه بروبلم سولفنج, في شويه بيرسوناليتي ومش عارف واللي هو كالتشر فيت, وفي ممكن تلاقي بقى حسب لو انت داخل على سبيشالايزد رول هتلاقي في ناس في انترفيو او اتنين بيركزوا على السبيشالايزيشن ده, مثلا انت واحد بتاع بيرفورمانس, واحد بتاع سيكيورتي, واحد بتاع مش عارف ايه, هتلاقي ناس بتركز في الحته دي عشان تاكد السبيشالايزيشن موجود ولا لا. بس واضح ان هو في الديف اوبس الموضوع لسه ايه, لسه يعني وايلد ويستي شويه يعني كل شركه مع نفسها. وده يمكن لان الرول نفسه جديد يعني الرولز نفسها بتتكلم مثلا بقى لها 10 سنين بكتير. ده حقيقي ده حقيقي. انا في شركه طلبت مني اكتب بروكسي سيرفر في مره و اربطه ما بين 2 دي ان اس يعني كان حوار كده ما, فدي كانت مثلا حاجه ما يعني ما سالتهاش قبل كده ولا بعد كده يعني حاجه في النص. حد بيعمل حاجه معينه تقريبا ما تفهمش بس ايه. فمفيش لا مفيش ستاندرد للاسف لسه للانترفيوز. طب هو بالنسبه مثلا لان دي برضو اسئله بتيجي كتير موضوع السيرتيفيكتس مثلا, هل في بروفيشنال سيرتيفيكتس يعني مثلا حاجات زي اي دبليو اس مش عارف براكتيشنال سيرتيفيكت براكتيشنال سيرتيفيكت مش عارف اجر وات ايفر جوجل ايه مش عارف ايه, هل الحاجات دي فعلا ليها اي نوع من الويت ولا هي مفيده بس مش قوي يعني في رايك ايه؟ والله هي مفيده يعني مش هقول لك مش مفيده, ولكن في الاخر الشركات بتاخد انت بتعرف تشتغل ولا لا. انا شفت يعني كان في اكزامبل كده حد معاه شهادتين براكتيشنر ومش عارف ايه كده الاي دبليو اس ومش عارف يشتغل بايده مش عارف يعمل حاجه بايده يعني جوه السيستم. فللاسف دي حاجه لسه يعني مش هتوضح دلوقتي, لسه قدامها كمان مثلا 5-6 سنين على ما توضح اذا كان الشهادات دي ليها لازمه فعلا ولا لا. انا معيش شهادات وبعرف اشتغل اي دبليو اس, وحاليا احنا بنشتغل على جي كي اي بنشتغل على جوجل كلاود, معيش شهادات وفي نفس الوقت يعني ما فكرتش ان اخد شهادات لان في الاخر انا بشتغل بالاكسبيرينس بالظبط. وهو مع نفس الحكايه ونفس حكايه في السوفت وير يعني برضو في الشهادات في السوفت وير نفس الجو اكيد انت عارف يعني اللي هو سواء بقى شهادات مايكروسوفت ولا جافا ولا وات ايفر الشهادات نفس الحكايه, هو في الاخر بتعرف تشتغل بالظبط يعني. وكمان الجزء اللي بحس ان هو بيحتاج شويه سوري محتاج في موضوع الاس ار اي بالذات في شويه جراءه في الموضوع انك انت تتعامل مع اللايف سيستمز يعني الديفلوبرز برضو في الاخر هو اخر الليله هو شغال على المكنه بتاعته يعني حتى لو هتحصل مشكله هتحصل بعد اسبوع لما الحاجه بتاعته تهدى بدا. بس دايما بيبقى في حته كده اعتقد دي برضو بتفرق, بتحتاج شخصيات مختلفه شويه اعتقد, بس لازم تكون فيها شيء استبياع يعني اصلا ممكن تعمل كل الريفيوز اللي في التاريخ وفي الاخر هتعمل ابلاي للتشينج بتاعك وبرضه هتلاقي نفسك قاعد في سرك قاعد بتدعي ايوت ربنا يستر وعايزين نروح النهارده. وعلى فكره في يعني في مثلا حاجه انا لاحظتها برضه في الاس ار اي في الفيلد انه في حاجات بنقول ما تعملوهاش وبتتعمل للاسف يعني عارف اللي هو في الخباثه كده يعني مثلا من فتره كنت في ميتنج مع حد وداس على زرار الاوشيت وير برودكشن يعني اتس اوكي يعني بتحصل يعني بس انت زي ما قلت بتبقى محتاجه جراءه برضو زي ما انت قلت. انا فاكر قبل كده يعني في شركه اخرى يعني قبل كده كنا برضو بنعمل حاجه كان في لايف انسيدنت يعني كان في مشكله
فكنا عاملين بقى يعني ميتنج كبير وفي ناس كتير كونكتد عليه، ناس من بتوع التك اوبس او يعني او الديف اوبس، وناس بتوع الديفلوبرز واتيفر يعني. وفي النص كان في عشان المشكله تتحل في سيرتيفيكت حاجات تتنقل من سيرفر لسيرفر، وفي طبعا حاجات ما ينفعش تحصل وصمها واتعملت كالعاده. فاللي هو الناس كلها عامله نفسها بتاخد بالها عشان بس نحل المشكله وبعدين هتفكر في تمتجيت الموضوع ده ازاي قدام ان شاء الله. بالظبط. وهو كمان في جزء من الموضوع انك انت في تراست لازم تبقى محطوطه في الناس، يعني هو مهما عملت بروسس حوالين الحاجه، انت في الاخر كواحد بالذات الناس اللي ماسكه البرودكشن سيستمز دي هاف ذا كيز اوف ذا كينجدم، يعني هو في ايده لو هو شرير هي برينج داون ذا هول سيستم لو عايز يعني. ده حقيقي. فهو في الاخر انت بتبقى برضو محتاج انك انت يعني لو زنقتها قوي مش هتحصل، يعني محدش حاجه مش شغال، وفي نفس الوقت محتاج انك انت برضو ما تخليش الموضوع عرضه للاخطاء، يعني مش لازم يعني فيبقى الموضوع لازم يكون لازم يكون الموضوع انتنشن، يعني حد ناوي يعمل دي بقى دي صعبه قوي انك تمنعها يعني. ده حقيقي. بس في ميجرز بتحصل، يعني مثلا هو في تراست وفي ميجرز، يعني مؤخرا في الشركتين اللي اشتغلت فيهم في الحته ان هم they trust you، يعني ان انت تبقى عارف انت بتعمل ايه وما تبوظش الدنيا، وفي نفس الوقت في ميجرز محطوطه حواليك تقلل الامباكت بتاع لو حاجه حصلت يعني. بس زي ما انت قلت تكس كارج، يعني ان انت اصلا انا اذا كان انا كنت من كام اسبوع كده كنت بشتغل بترافورم بعمل حاجه، بس احنا عندنا اكاونت كده الانجينيرنج بيكسبيرمنتوا فيه، يعني هو اي دبليو اس اكاونت مالوش علاقه بالبرودكشن ولا التستنج ولا اي حاجه، هو معمول اكسبيرمنتيشن وكل كام اسبوع بيتعمل له اساسا بيرج وبيبتدي تاني من الاول علشان الناس تهيص براحتها. ومع كده مع كل هذا وانا قاعد وانا طول ما انا بعمل بلان مبسوط ومفيش اي مشكله، وبعد كده وانا بعمل ابلاي بقعد بفكر في 90 مره هل انا كاتب، وان الموضوع كله في الهواء يعني، وفي الاخر انا بلعب في بلاي جراوند ومرعوب، فبقعد افكر 100 مره طب الناس بتعمل الكلام ده اللي فيه في لحظه بيكتب تيرافورم ابلاي على برودكشن سيستم بيبقى بيعمل ايه يعني. انا ببقى بعرق وانا بكتب الكلمتين دول على اكسبيرمنت اكاونت. يعني كان في عندنا يعني كان في نفس الحاجه بتحصل في البنك اللي انا كنت شغال فيه، مسؤولين برضو عن بانكينج سيستم في دوله في اوروبا، واحنا بنريليز دايما كده بنبقى عاملين كل سلاك كل، والناس بتخش كده تتشقر عليك وانت قاعد بتعمل ايه وبتاع. بس يعني تبقى انت بقى منك للبرودكشن على طول، انت بقى لو في حاجه بتخش تصلح بتخش تعمل. ففي حته الشجاعه ده وفي حته التراست زي ما قلت كده، مش هتبهدل الدنيا يعني. وبتمشي هي بتمشي بالبركه يعني، ربنا هو اللي بيستر في الاخر. وهو طبعا هو يعني عشان يعني برضو بنقول الكلام ده، بس في نفس الوقت في انجينيرنج برينسيبلز حوالين الحاجات، يعني حتى لو انت بتعمل حاجه على لايف برودكشن المفروض انك انت ما بتعملش ده على 100% من كل الانستنسز ومن كل البتاع، يعني انت مثلا بتعمل التشينج بتاعك جراديوال، فلو حصلت مشكله بتلقطها في اول مرحله في ثاني مرحله في ثالث مرحله، مش بتلقطها بعد ما كل الدنيا خربت. ده حقيقي. ويمكن ده اللي كان خلى اكسبشن مثلا في الكيس بتاعت فيسبوك، لما فيسبوك اختفى عن الانترنت بتاع 8-9 ساعات ان كان غريبه، الناس مش متخيله ان ده ممكن يحصل لحد دلوقتي وحصل يعني، بس ده الاكسبشن يعني، المفروض حتى لما بيحصل ايشوز بتتلقط في الانفايرمنت قبل كده وبتتلقط بدري، وحتى لو وصل برودكشن ما بتوصلش على 100% من المكن ولا 100% من السيرفرز في اول 5 ثواني، يعني الموضوع بياخد وقته، الا بقى لو كانت حاجه مدي بقى المشكله، ان احيانا بيبقى في حاجات ما ينفعش تعمل فيها الموضوع ده، بس في حاجات او غلطات او كذب. لكن هو المفروض انك انت، ودي بقى فكره انك انت لما بتحط ناس عندها سوفت وير انجينيرنج باك جراوند في الحاجات دي، ان هو بياخد البرنسبلز اللي كانت عنده، فكره ان انت بتعمل جرادوال رول اوت، انك انت بتعمل تيست انفايرمنتس، انك بتعمل مش عارف ايه الحاجات دي كلها، وبيحاول يطبقها في الـ في الـ في الـ في الاوبريشنز دومين، يعني اللي هو مش بيلعب على فكره ان انا بخش اشيل السلك واحط السلك، لا انا بحاول افكر فيها ازاي اوتوميت الموضوع ده، وفي نفس الوقت الاوتوميشن ده يبقى مديني جارانتيز ومديني ايرور ريبورتنج ومونيتورنج وبتاع، بحيث اعرف اذا كان في مشكله ولا لا واقدر الرول باك. في زي ما انت قلت يعني الحاجات ما بتطلعش على البرودكشن كده مره واحده، لازم بيبقى فيه الاول بيبقى فيه الستيجنج والبري وال وفي الكناري، لو انت عندك كناري انفايرمنت حتى على البرودكشن برضو بترول اوت كده لنسبه معينه من الناس، وفي ناس اون كول، في تيمز تانية مخصوص علشان يخشوا 24/7 يعني لو في مشكله او حاجه يخشوا فيه.
فالموضوع ما بيبقاش كده الله يلا هوب لا يعني بيبقى فيه بيبقى مترتب له ايه بالظبط. يعني هو الفكره برضو التولز بتديك يعني انت ساعات ما بتبقاش يعني انا فاكر اول مره حصل معايا الموضوع ده كان مثلا من حوالي 10 سنين او يمكن اكتر شويه. كان لسه ترم الديف اوبس ما كانش موجود كنا كان جوه مايكروسوفت كنا بنعمل في الادفرتايزنج سيستم. فطبعا كان عندنا بتاع 30,000 مكنه مثلا بنشتغل فيه في نفس الوقت. فكان في ان هاوس تولز مستخدمه في الموضوع ده. مفيش حد هيخش على 30,000 مكنه يعمل ديبلوي او يعمل تيم. فتكنيكلي كان ديف اوبس بس ما كانش اسمه كده. لما كانش اسمه طلع ساعتها. بس ات سام بوينت يو ريلايز اللي هو انا بعمل حاجه بتاثر مثلا على عشرات الالاف من المكن من وانا قاعد في مكاني بدوس على زرار اللي هو في يعني يعني it actually يعني at some point make you يعني اللي هو ده wonder كده يعني with great power responsibility فعلا. لان كان في الفترة دي كان برضو لسه ناس بتفكر بتجرب افكار كتير وفي منها حاجات وصلت لحد دلوقتي survived لحد النهاردة. يعني مثلا كان ساعتها فكرة انك انت تحط الconfiguration بتاعتك في source control والسورس كنترول ده لما تغير عليه هو يعني ما تبوش كونفيجريشن الكونفيجريشن دي تسمع في السيرفرز اوتوماتيك. السيرفر نفسه بيسبسكرايب نفس السورس كنترول ويقرا الكونفيجريشن ودايناميكلي يغير الكونفيج ولو احتجت ترول باك ترجع للفيرجن اللي قبلها بس في السورس كنترول وده مش السورس. الكلام ده كان تعتبر فكره مبتكره جدا سنه مثلا 2010 حاجه كده. دلوقتي بقى الى حد ما هو ده الاكسبكتيشن يعني انك انت يبقى الكونفيجريشن بتاعتك دي زيها زي الكود وحتى البرودكشن سيستمز بتفهم ازاي تقرا الكلام ده من فانت يعني دي بافكار بتبقى واحد غالبا هو جات له مشكله دي بس هو سوفت وير انجينير وجات له مشكله دي اوبريشنز وحلها بالتولز اللي يعرفها بالظبط. يا جماعه المشكله دي محلوله في السوفت وير بقى لها 15 20 سنه. طب ليه احنا واجعين دماغنا ونقعد نبعت لبعض فايلات ونحطها في شير لوكيشن ومش ريديبلوي؟ طب ما ليه ما نعمل كذا وكذا ونجرب؟ فيعني بالظبط لذلك طلع الديف اوبس وطلع الاس ار اي يعني طلعوا بسبب حاجه زي كده زي يحلوا مشاكل الانفراستراكشر او البرودكشن والحاجات دي بالسوفت وير بالتولز والسوفت وير يعني. طيب نرجع تاني لحته الانترفيوز دي. بالنسبه لك انت لما حبيت تستعد للانترفيوز مثلا قعدت قد ايه عشان تحتاج تستعد للموضوع ده؟ جيفن انت اوريدي في المجال بس انت كنت بتستعد بقى عشان تخش الراوند اوف انترفيوز بما انك دخلت كذا حاجه. انا ما كنتش بستعد بالناس بصراحه. ولكن اقول لك على حاجه كنت بستعد طبعا بس مش بالشكل اللي هو بذاكر الجوريثمز مثلا علشان اخش سوفت وير انجينيرنج رول يعني واذاكر وايت بورد والكلام ده. بس اللي كنت بعمله ان انا بشوف الشركه بتشتغل في ايه اللي انا مقدم عليها وبشوف التولز اللي هما بيستخدموها وبحاول في اول مثلا انترفيو انت بتتكلم مع حد جوه الشركه بتتكلم مع ريكروتر او اللي هو الريكروتر ده بيبقى فاهم تكنيكال شويه التولز المستخدمه فبتبدا تجادر شويه انفورميشن عن الحاجات اللي هم بيستخدموها وتبدا تجيت فاميليار ليها. دي حاجه من الحاجات اللي انا كنت بتابعها يعني. وفي حاجات اتعلمتها اون ذا سبوت. في حاجات مثلا عملتها لي علاقه بالنتوركينج دي ان اس وال بروكسيز والكلام ده. ففي فترة قريت كتير جدا عن ودخلت في البروتوكول بتاع التي ال اس بروتوكول اللي هي علشان افهم الدنيا ماشية ازاي علشان انا بعمل بروكسي تي ال اس دي ان اس اوفر تي ال اس اللي هو دوت اسمه دوت تقريبا او حاجة زي كده. فحاجات كنت بتعلمها اون ذا سبوت علشان اعرف اكسكيوت السوفت وير اللي هم طالبينه مني يعني. فدي حاجة متبعة في ناس ليه علاقة في ناس أنا آسف لو بتقدم على حاجات جينيريك اللي هي مطلوب AWS ومطلوب تعرف CICD وجينكنز والكلام ده مجرد بس اللي انت بتذاكر الحاجات دي بتذاكر AWS شوية بتجهز نفسك بتشوف البايبلاينز تجيت فاميليار مع البايبلاينز لو انت هتكتب CI مثلا بجيت لاب فهتكتب يعمل فايلز او في جينكنز فهتكتب الجروفي او واتفر الحاجة اللي انت هتكتبها يعني. فبتبقى على حسب المكان اللي انت هتقدم ليه بتحاول تفاميليارايز كده نفسك مع التولز اللي بيستخدموها والحاجات اللي بيعملوها وتجهز نفسك قبلها يعني. دي حاجة انا كنت بعملها مع جيت لاب تحديدا لان كنت مدعوك قبلها في انترفيوز كتير وانا اوريدي بعرف روبي
فما احتاجتش ان انا اجهز لهم كتير. حتى الانترفيوز اللي هي البروسس كانت طويله شويه, حوالي شهرين. عشان كنت بتجوز كان عندك انت انا اللي كان عندك ف صراحه مو صبر يعني, ده كويس. لا هم ناس لطيفه جدا يعني. علشان كده كنت يعني ما جهزتش قوي للحاجات, علشان كنت عارف يعني هم التولز اللي هم شغالين بيها ايه, الحاجات اللي انا هعملها جوه ايه, فكانت الدنيا بالنسبه لي واضحه شويه. بس فما فيش مثلا تجهز نفسك بالالجوريثمز والكلام ده للاسف في الديف اوبس والحاجات دي مش قوي مثلاً. بس يو كان اكسبكت دايما هيسالوك على الانفراستراكشر اس كود, هيسالوك انت هتشتغل بتيرافورم مثلا ولا هتشتغل بكلاود فورميشن بتاعت اي دبليو اس مثلا. يو كان اكسبكت ان انت هتسيل في سي اي سي دي, يعني دي حاجه انت هتسيل فيها فانت تكيت فاميليار كده مع جينكنز مثلا او جيت هاب اكشنز او جيت لاب السي اي على حسب يعني. ففي حاجات كده صغيره تبقى عارف انت تسيل فيها يعني. بس وانا الصراحه يعني انا الفتره اللي فاتت دي تعكت شويه في الـ في التيرافورم. انا اكشلي ريلي امبرست, انا عجبني جدا التيرافورم الصراحه يعني. انا كنت الاول كنت على مضض يعني, لو انا عارف ان ده احسن حاجه ممكن استخدمها في الوضع اللي انا فيه دلوقتي يعني في المشروع اللي كنت شغال فيه, فكنت خلاص يعني نشوف في عام اخر. كان كنت مقفول شويه من السنتكس بتاعه, ان هو لا هو جيسون ولا هو مش جيسون يعني, الحته دي كانت قفلاني شويه. بس بعد ما تعديت المرحله دي يعني خلاص تجاهلتها, بقيت الموضوع مفيد الصراحه يعني بالنسبه لي الطف كتير من حاجات تانية. الواحد كان الطف كتير جدا من كلاود فورميشن مبدئيا يعني. بكتير انا اشتغلت سنتين كلاود فورميشن, كان ماساه يعني. كلاود فورميشن فيربوس جدا, تحس ان هو معمول للمكن يقراه مش عشان البني ادمين يقراه الصراحه يعني اللي هو كان بزياده يعني. لكن كنت بحس ان تيرافورم الصراحه لا يعني فريندلير اكتر للديفلوبرز, وفي نفس الوقت مفهوم يعني, اي حد ممكن يقعد لو حط راسه هيفهم ايه المقصود يعني. ده هي انت وبتري سهل يعني, ما اعتقدش ان هو صعب في القراءه يعني. مقروء هو بس هو مش مستساغ, بس لو انت ايه عينك واخد على شكل معين للكود بتحس ان كده ان هو جيسون بس في حاجه غلط بس بيعدي يعني, بتبلعها يعني مش مشكله. وفي طبعا الحته الثانيه في دايما برضو بيتسال الاوتوميشن اللي هي الانسبل او تشيف. بالظبط. فدي طبعا حاجه برضو مفروغ منها ان انت هتسال فيها, فلازم تكون اتليست عارف حاجه منهم يعني, لازم تكون شغال بحاجه منهم وعارف انت بتوتوميت ازاي او بروفيجن ازاي المكن والسيستمز اللي عندك بتول منهم يعني. لا هو شايف احنا يعني, انا شفت الاثنين بيستخدموا غالبا في اماكن كتير جنب بعض يعني, تلاقي ناس حاجات شغاله انسبل وحاجات شغاله شيف يعني, حسب ده كان قديم وده جديد يعني, هتلاقي كده ايه اللي هو في ترانزيشن مدارس موجوده, فتلاقي انك انت عارف ده وعارف ده مفيد ليك عموما يعني. يعني احنا مثلا عندنا الديفلوبر ماشين اوتوميشن كله انسبل, اللي هو لما تجيب مثلا لتسين جبت لابتوب جديد ومحتاج تاخده من الصفر لان هو يبقى جاهز يبقى ديفلوبر ماشين, في سكريبت كده بنرنه هو عباره عن انسبل سكريبت بيخش ينزل لك كل حاجه ويظبط لك كل السيتنجز ويعمل لك مش عارف ايه وبتاع, اللي هو بياخد مثلا بتاع 10 دقايق يشتغل بعد كده تحس وكل فتره بقى بتشغله تاني حاجه اتغيرت مش عارف ايه الكلام ده. فده مكتوب انسبل, ده حديثا مكتوب اكتر يعني, لكن الحاجات اللي في البرودكشن بقى لها سنين ومش عارف ايه اغلبها هتلاقيها شيف وهتلاقي يعني. وكمان زمان كان في حاجات تولز تانية, انا فاكر كمان كان في مثلا بابت وكان في سولت. I think سولت لسه شغال, سولت ستاك موجود. انا فاكر ان كان اصلا كان معايا في هولو كان في ناس جميل قوي في سولت تحديدا, لان هم كانوا غالبا كانوا بيكونتريبيوتوا كمان في المشروع. كانوا تقال قوي فيه يعني. بس وكعش كده كنت اسمع عنه كتير, عمره استخدمته بس كنت اسمع عنه كتير. وبعد كده كنت لما خرجت من هولو ليش حد بيتكلم عنه كتير, فحسيت ان هو جايز يكون هم يعني كانوا هم اللي عاملينه, انا دخلت في بوكيت كده. لكن يعني every now and then كده بسمع حد بيتكلم عنه, لكن مش كتير قوي, مش زي شيف مثلا ولا زي بابا. كان في برضه حاجه زمان قوي في مايكروسوفت مش عارف اسمها ديزايرد ستيت ماشين ولا ديزايرد ستيت كونفيجريشن, هو كل ده تحت الديزايرد ستيت كونفيجريشن, بس هو كان حاجه متخصصه كان ليها اسم في مايكروسوفت تحديدا يعني, بس دي برضه تكنولوجيا عجيبه كده الصراحه يعني, لو افتكرت اسمها لا انصح حد اني اتعلمها. يعني لازم تكون مثلا في حاجه ديب قوي في مايكروسوفت تكنولوجي علشان تستخدمها, لان حتى دلوقتي اغلب الحاجات دي بتستخدم فيها برضو تيرافورم وانسبل يعني مش الدرجات دي يعني.
فانك انت بقى تخش على حاجه مايكروسوفت سبيسيفيك قوي بالمنظر ده يعني لا ما بلاش. اعتقد في ناس كتير متفقه معانا على موضوع كلاود فورميشن فوكس برضو عذاب. عذاب لان هو فعلا يعني اجتمعت الاراء على هذا الموضوع يعني. يعني اخر كم شهر في البنك قبل ما امشي كان في خلاص الناس بتنقل بننقل كلاود فورميشن لتيرافور وبنمشي بقى من الماشينز والمكن اللي هي الالاستيك كونتينرز والحاجات دي للكوبرنيتيز. كلاود فورميشن هو مأساة كبيرة يعني. ما هي تبقى فرصة كويسة انك انت لما اصلا بتنقل البارادايم بتاع الانفراستراكشر بتاعك من حاجة لحاجة انك انت بقى تعيد يعني تفتيش التولز اللي بتستخدمها. يعني لو مش لا عشان من هنا فرصة بقى ان انا ابعد عن كلاود فورميشن بالمرة ما اروحش اعمل نفس الموضوع بكلاود فورميشن تاني يعني. ده حقيقي. بالذات ان تيرافورم كمان كلوز بلاتفورم يعني اللي هو او بلاتفورم اجنوستيك بالمعنى ده. هو انت موديولز بتنزلها وخلاص يعني بتشتغل اي دبليو اس تشتغل شيء. فتكس يعني فيتس الدبل مع كوبرنيتس يعني لو انت عايز تبقى لحد ما النهارده شغال على اي دبليو اس بكره عايز انقل على جوجل كلاود مثلا فتولينج كان جودي بقى مش بس كوبرنيتس كمان اللي انا بكتبه علشان اكونفيجر السيرفيسز وكونفيجر مظبوط. الفندر لوكينج ده حاجه كبيره يعني ان انت تبقى لوكد كده على اي دبليو اس بكلاود فورميشن دي مأساة كبيره يعني. اي ثينك ايجر ليها حاجه برضو ما اعرفش. في حاجه اسمها ارم تقريبا اللي هي اسمها اجر ريسورس مانجر برضو عندهم حاجه شبه الكلاود فورميشن كده برضو بس نفس الوقت برضو تيرافورم بيشتغل مع الحوار ده. هو كمان اللي بيحصل دلوقتي مش بس انك انت بتمايجريت من كلاود لكلاود في كيسز كتير انك انت عايز تبقى كروس كلاود. انت اصلا عندك مثلا ريلابيليتي كونسترينتس عاليه قوي 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 يعني انت مش عايز تقع في اي وقت اوكي فانت عايز حتى تميديكيت اجينست ان الكلاود كلها تقع يعني انك انت مثلا اجر كله يقع او اي دبليو اس كله يقع فبتطلع على اكتر من كلاود في نفس الوقت. فدي ساعتها بيبقى غصب عنك لازم تستخدم تولز بالشكل ده لانك مش هتقعد تكتب كود تاني من الاول يعني مش هتبقى كاتب هنا بارلل وهنا كده وتقعد بقى تغير 100 مره. صعب جدا يعني. ودي حاجه من الحاجات اللي بتبقى صعبه طبعا ودي بري ادفانسد سيناريوز يعني اغلب الناس 99% من الناس هتبقى بالنسبه لها هو خلاص مش فيندر لوكت بس هو مرتاح مع فيندر يعني خلصنا يعني اوكي. لكن في كيسز كتير بقى لو انت مثلا مش عارف بقى نتفليكس ولا حاجه بالمنظر ده حتى نتفليكس والله امازون بس يعني في ناس ممكن توصل لمرحله اللي هو لا انا محتاج زوم مثلا زوم من الناس دي زوم تقريبا امازون واوراكل الاثنين مع بعض علشان برضو نفس الفكره ان هم بيحاولوا يبقوا زوم مش فيندر لوك ده الحاجه مش فيندر لوك وفي نفس الوقت يزود الريلابيليتي بتاعته هو مش عايز انا عارف ان جيت لاب نقلت من AWS لإيجر من إيجر ل كلاود هم لفوا ثلاثة لا دي جديدة الصراحة هترجعوا AWS تاني إمتى طيب مش عارف صراحة لا بس أنا عارف إن هم at some point مثلا نقلوا من إيجر لجوجل كلاود وكان بروجكت كبير وقتها طبعا يعني كنت بقرا الموضوع على البلوجز بتاعتهم يعني كانوا بيكتبوا بلوجز عن الحاجات دي فأعرف إن هم لفوا على ثلاث شركات يعني. هو انا اعرف شركات عملت كده بس كان بيبقوا غالبا ستارت ابس وبيستغلوا ان اغلب الكلاود بروفايدرز بيدوا ساعات ببلاش فترات طويله للستارت ابس فهو بيخلص دول يروح نقل على دول وياخد حبه من دول كنوع من الكوست سيفنج يعني ان هو بيبقى يعني في عرض اي فلوس تزود له اللايف تايم بتاع الشركه بتاعته سنه كمان ولا كام شهر كمان فيعني فبيبقى ميك سنس بس طبعا الشركات الكبيره بيبقى الموضوع اضخم يعني بروجكت زي ده بيبقى مالتي يير بروجكت غالبا وفي مجهود وفلوس وكتير رايحه فيه وتلاقي كمان من الناحيه الثانيه الكلاود بروفايدرز نفسهم نظام انت بتعمل ايه رايح فين يا ابني لو صدقنا جبناك وفي ناس بتريح دماغها من الحاجات دي كلها بتستخدم طبعا درون هاردوير يعني اشتغلت انا كنت في شركه بتشتغل على الهاردوير بتاعتها وحاليا بتنقل اي دبليو اس ما هو بيبقى غالبا بيبتدوا كده وبيروحوا او على الاقل بيبقى عندهم ميكس في الاخر يعني هتلاقي عندهم بيبقى هايبريد كده وده كان حاجات اللي في ماركت بتعملها حلوه الصراحه ان هم كانوا عشان بيقدروا يفيرشوالايز حاجات كتير قوي بيفيرشوالايز النتورك وبيفيرشوالايز الهاردوير طبعا وبيفيرشوالايز اي حاجه انت عايزها يعني فكان فعلا لو انت عايز تعمل الترانزيشن ده بالنسبه للاوتسايدر او بالنسبه حتى للناس اللي جوه الشركه مش عارف هو الهاردوير فين هو عندك ولا في الكلاود ولا فين بالظبط كله زمان كله في الاخر بالنسبه لك واحد وحتى ممكن تحرك السيرفرات لايف
ودي بقى كانت السحر الاسود اللي كان بيحصل ساعات في الموير. يعني انت السيرفر الفي ام نفسها الفيرتشوال ماشين نفسها بتترانسفر وهي لايف بتسيرف ترافيك بتروح من حته لحته. كان شغل سحر اسود. لا والصراحه انا شفت شويه سحر احيانا يعني بالذات في الفيرتشوال نتورك فيرتشواليزيشن ده بالنسبه لي كان سحر. رواد الموضوع يعني لا النتورك فيرتشواليزيشن بالذات كان سحر. يعني هو كانت شركه هم اصلا كانوا اكواروا الشركه دي كانت اسمها ان اس اكس حاجه زي كده. وكان اكوزيشن مش عارف ب 2 بليون دولار زمان باين حاجه. وكان ساعتها يعتبر سيجنيفيكانت نزل في مير في مش كبيره يعني مش شركه كبيره شركه صغيره او متوسطه يعني. دلوقتي تقريبا هو تلت الشركه النتورك فيرتشواليزيشن يعني يعني لان في حالات كتير بالذات اللي هي مثلا زي البنوك وزي مش عارف الحكومات والكلام ده هو عايز سيجريجيشن او بتاع الترافيك على مستوى النتورك وفي نفس الوقت ما يحسش ان هو بيعمل يعني فرحصه كتير. هو بيعمل لك انت عايزه مش بس كده انت عايز تخلق نتورك مش موجوده يعني تخلق ديفايسز اوت اوف ثين اير. يعني مثلا انت عندك شويه نتورك اكويبمنت محتاج تحولهم يبقوا مثلا لود بالانسر. خد يا معلم يعني حاجات غريبه جدا الصراحه. انا بتاع نتورك طبعا دونت تيك ماي وورد 100% فور ات بس جو لوك ات اب. بس النتورك فيرتشواليزيشن من الحاجات السحر الاسود يعني. مصعب دخل على الخط اهو في بي اس شكله كان نايم. كان يقول لك مش تريح دماغ خالص. اور هاردوير از نوت ايزير اتس ايفن هاردر ذان كلاود. ميك سنس طبعا انك انت عندك حاجات كتير اصلا بتحتاج انك انت تمانجها بنفسك لو انت عندك الهاردوير بتاعك. يعني هو مصعب عنده حق. وفي اكزامبل شركه انا كنت شغال فيها انا كان عندنا الهاردوير وكان في موفمنت كده من الديفلوبرز ان احنا ننقل للكلاود علشان احنا مثلا لما في سيرفيس جديده بنستنى مثلا شهر على ما يجيبوا لنا مكنه فيرتشوال مكنه نشتغل عليها مثلا نطلعها برودكشن. فدي لا يعني كانت مأساة. احنا عايزين مثلا كلاود هنقوم الانستنس وخلاص اغلى بس في نفس الوقت يعني بنوصل للبرودكشن اسرع بنشتغل على البرودكت اسرع. فكان في مقاومه من الاوبريشن تيم الانفراستراكشر تيم ضد ده لانهم مبسوطين جدا مع their own hardware بيحبوا جدا نيبلا والحاجات بتاعه الفيرتشوالايزيشن بتاعتهم هم حابين جدا ده وللاسف ما يعرفوش كلاود. فخلاص احنا مش هنروح للكلاود يعني. فاللي لاحظته هنا في اوروبا ان في شركات كتير بيستخدموا الهاردوير بتاعهم تريح دماغ يعني. البنك مثلا كان هايبريد بس كان في داتا سنتر كامله البانكينج سيستم موجوده يعني وبيشتغلوا على البيرميتال يعني. وهو حتى في يعني مثلا مايكروسوفت عندها حاجه اسمها اجر ستاك. لو انت عندك الهاردوير بتاعك ممكن تاخد يعني لو انت مش لازم يكون عندك الهاردوير بتاعك بس انت لو عايز يبقى عندك الهاردوير ممكن انك هتشتريه لسه بس انت ممكن تاخده بالسيستم بتاع اجر عليه كان سيلف هوستنج كده لحد ما مش بالظبط بس نفس الفكره. فده AWS كده برضو ما اعرفش جايز احتمال كبير يعني. بس هي الفكره في ان هو بيبقى كانه زي جيت واي دراج كده ان هو عايزك ستيل انك انت الديفلوبرز بتوعك والناس اللي عندك بتشتغل على اجر سيستم بيكتب سيستمز مثلا فانكشن از ا سيرفيس وبلاتفورم از ا سيرفيس وكل حاجه وراننج عندك. يوم ما تحب تنقل على البابليك كلاود الموضوع بالنسبه لك هيبقى ريديبلويمنت يعني مش اكتر من كده يعني مش هتقعد تكتب من الاول انت اوريدي عملت كل حاجه. فده بيبقى برضو فيه كده انسنتيف لطيف انك انت لو عايز ده مش موجود بس لو عايز في يوم الايام بقى تعمل حاجه تانية موجود برضو يعني. ده حقيقي يعني برضو هنا في شويه نوستالجيا هنا من كرمين كان فوكس يقول كان ايام مكانه الدنيا في البسيط تجيب سيرفر ديكيتد من سوفت لاير وب $100 في الشهر مع سي بانل والحياه تبقى جميله. لو اعمل اف تي بي بقى والاس اف تي بي والحاجات دي كلها نطلع الفايلات فايل كانت أيام. أنا أقول مش مصعب لو فاضي يطلع معين أنا مش هامل لو فاضي تعال لو فاضي قول فاضي وابعت لك لينك. Banks are special case running your data centers is not easy but sometimes required either because of regulations or even more cost. ده حقيقي بس I don't think إنه mandatory لأن مثلا في N26 في new banks اللي هي طلع online دي برضو بيشتغلوا على cloud ولكن هي بتبقى أكتر منها من regulations إنها تبقى legacy لأنهم بيشتغلوا بسيستمز كوبل وحاجات كده فبيبقى صعب ينقلوا الحاجات دي على cloud. فأتليست ده كان في البنك اللي كنت شغال فيه.
كان في النقله بتاعه الكلاود موجوده، وكان في السيستمز القديمه شغاله في الداتا سنترز عادي. ما هو بص، هو هي المشكله كمان بيبقى في ان الحاجات الشركات الكبيره زي البنك زي البنوك وشركات التامين وحاجات دي، هو اوريدي كان عنده انفستمنتس بقالها سنين طويله وعنده هاردوير، يعني هو مش مثلا لسه هيشتري النهارده، هو عنده داتا سنترز اوريدي. فهو بيقول لك يعني طب الجثث اللي عندي دي هعمل فيها ايه يعني؟ فهو بيقول لك ماشي، ما لو عندي وسيله ان استغل الانفستمنت ده فتره اطول خير. يعني ليه اوجع دماغ كتير؟ تقريبا مصعب هيجوين معانا، انا ببعت له في الباك شانل هنا اللي هو لو تبقى مفاجأة لطيفة يعني. نجيب كل وحوش الديف أوبس. نورونا. نورونا بالظبط. طب تعالى نبص كده بص على على الكومنت. في أسئلة؟ لا، حسن بيقول ديف أوبس is basically the mindset of combining development with operations to have a better grasp on delivering your software product. SRE is a framework that focuses on user journeys to make sense out of the practices we have in DevOps. Makes sense. ما ده اللي احنا كنا بنقوله. يعني اعتقد هو كان ساعتها ساعتها كنا بنقول SRE و DevOps مش عارف ايه. ان هو DevOps هو mindset او culture او حاجة زي كده. والSRE هو الimplementation او الframework اللي انت بتستخدمه بقى عشان تعمل ده في رول معين وهكذا. يعني اعتقد ده summarization لطيف اللي احنا كنا بنقوله يعني. هنا في حد هنا سأل، احنا جاوبنا على السؤال ده اللي هو الفرق بين السري والديف اوبس. في برضه حسن برضه كان بيقول السري انترفيوز will always have questions about SLOs, SLIs and SLAs. That's one of the main differences when you go from an SRE role. General DevOps engineers or SRE positions will focus on software delivery, system design, monitoring, scaling and user focused mindset. مش في كل الشركات للأسف يعني. هو واضح ان هو يعني الموضوع very subjective يعني. يعني هو مش يعني هتلاقي ان في زي ما انت بتقول على ده اللي كمان انترفيوز مشكلتها ساعات بتبقى ريجنال. يعني هتلاقي مثلا في اوروبا بيقولوا حاجه، في امريكا بيقولوا حاجه يعني. ده هي فهو بيبقى الموضوع مختلف، بس كويس انك تبقى ملم يعني، تبقى عارف ايه اللي ممكن تتسأله، بحيث انك انت من باب انك تتعلم ومن انك تبقى جاهز يعني. بالظبط. هو في حته تانية برضو انا مش عارف انت يعني هل سمعت عنها ولا لا، اللي هو في الماشين ليرنينج اوبس. هل دي حاجه هعطل اصلا اعرف ان في اعرف محمد كدا. الجيش شغال بحاجه زي كده في كده، وفي انا اعرفهم كمان في فيسبوك مثلا او في شركات تانية بيبقوا عندهم يعني سبيشالايزد تيمز علشان الانفراستراكشر بتاعت الماشين ليرنينج يعني. لانها بتبقى فيري سبيشال انفراستراكشر، مش هو مش بس شويه فيرتشوال ماشينز او دوكر كونتينرز او بتاع، لا ده هو عنده هاردوير سبيسيفيك، عنده مثلا جي بي يوز، عنده مش عارف حاجات هاردوير سبيشالي ديزايند للماشين ليرنينج، فبيمانجو ازاي والكلام ده. وعندهم شويه ديفرنسز يعني في الديف اوبس براكتسز بتاعتهم. فدي حاجه ممكن يعني لو حد عايز يسمع عنها ممكن ابقى احاول ايه ادعبس كده واشوف حد. انا للاسف ما عنديش اكسبيرينس خالص بالماشين ليرنينج اوبس. The relation nowadays between DevOps plus containerization plus microservices, kindly if there are more info. والله ممكن ريليشن ما بين الديف اوبس والكونتينرز والمايكرو سيرفيسز، والله هي بتبقى يعني ان في شركات بتنقل من المونوليث للمايكرو سيرفيسز، وفي المايكرو سيرفيسز لو انت الاوركستريشن بتاع المايكرو سيرفيسز بيبقى احسن على حاجه زي كوبرنيتيس، فهتضطر تحطها في كونتينر. غير ان الكونتينرز اي ثينك يعني انها دلوقتي بقت البيست براكتس بتاعت اي حاجه، حتى لو في مونوليث كبير ممكن عادي في ناس بتحطه في برضه في كونتينر وتشغل. مصعب دخل معانا اي ثينك. ما انا سابك تكمل وبعد كده نرحب بالراجل يعني. قلت مش بقاطعك يعني، بس قلت عشان اوكي. بس ف والله الريليشن ما بينهم كويسه الحمد لله، وهيبقى يعني المفروض ان انت طالما اشتغلت في ديف اوبس على الاس ار اي تبقى عارف الكونتينرز وعارف كوبرنيتيس برضه، بجانب ان شركات كتير بتادبت الحته بتاعه المايكرو سيرفيسز. فبس انا كنت عايز اجاوب عجاله كده علشان واسيب المايك للكبير بتاعنا. مصعب معانا ولا ايه؟ انا مش عارف انت سامعنا. جميل معاك. معلش عندي طول برد عشان كده قافل. لا ولا يهمك. سلامتك. سلامتك. سلام.
هو الناس ما لو محدش مصعب سينيور اس ار اي في تويتر، وبرضه يعني من الناس الاكتف جدا في موضوع الاس ار اي والديف اوبس توكس موجوده على الانترنت، ويعني راجل ما شاء الله عليه مفيد جدا. فلو انت يعني لو انت في المجال ده فولو مصعب في اي حته تلاقيها يعني بالظبط. فبس يعني احنا لقينا ان هو عمال يسالنا اسئله كده محرجه كتير وبتاع، فقلنا نطلعه هو وجاوب نتزنق كده جنب بعض. هو انا للاسف مش بحط كونتنت كتير ليه علاقه باسر ايه، بس لو اي حد عاوز يسال جو اهد. ما هو دي بقى احنا بنزنقك، ما ده جزء من الزنقه. ما تقعد تعدل علينا يعني. لا العفو ما اقدرش. لا انا بظن معاك. الاول ازيكم مصعب عامل ايه؟ انا الحمد لله بعيدا عن الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. انا مبسوط جدا بال البايك رايد اللي انت بتعملها في انجلترا. اه انا بدات ريسنتلي، ف فبجد فخور بك. ام براود اوف يو والله العظيم. ربنا يكرمك والله. بس شكلك كده خدت لطشه برد من البايك رايد دي شكلك. والله مش عارف يا بايك رايد ولا حد جابها لي ولا بتاع، بس قشطه. البايك رايد حاجه جميله الحقيقه. بدات في اخر يوم في اغسطس، وتعرفت على جروب هنا بنطلع سوا جروب رايدز، بتبقى لطيفه جدا. بتاخدوا بقى مسافات قد ايه يعني بتطلعوا؟ والله الافرج حتى يعني الماكسيمم اللي طلعته حتى الان بتاع 20 مايل. طب ما ده حلو لطيف. اه بس يعني هبتدي ازود بقى واحده واحده. ربنا معاك والله. ده كويس. الواحد والله نسي الاوت دور ده شكله ايه اساسا. بس احنا كمان انت الجو عندنا تقريبا مقارب للجو بتاع انجلترا شويه، ان احنا عندنا مغيم فترة طويلة في السنة ومطرة، فاللي هو غير مشجع الصراحة. ما هو يعني في حاجتين، اولا ينفع تعمل بايكينج اندور، هنغير التوفيق كده بس. لا لا ينفع تعمل ده اندور، فده حاجة لطيفة. الحاجة التانية من الحاجات القليلة الصح اللي قالها لي واحد ألماني، ان مفيش حاجة اسمها طقس مش مناسب، في حاجة اسمها هدوم مش مناسبة. ولما تقعد تقرا في يعني بعض، بص بقى على حاجات السايكلينج، هي غاليه قوي الحقيقه. بس هو موجوده يعني، هو الناس في كندا بينزلوا يركبوا العجل في ماينس 40 ديجريز، فاللي هو على مجانين يا بس الحياه مش هتقف يعني. فانا قصدي يعني لو معاك شويه فلوس هتقدر تصرفهم على شويه لبس يخلوك تنزل في اي جو عادي. تمام. طيب بما انك انت يعني ايه برضه في الشغلانه بتاعت الاس ار اي وكده، هل انت بتعمل انترفيوز لناس مثلا بقالك في المجال ده؟ يعني عملت انترفيوز لناس في مصر، وعملت انترفيوز لناس في تويتر. بتركز عموما على ايه يعني؟ مش طبعا بتقول اسئله بجد يعني، بس بقولها، هل ايه اللي تبقى بتبص عليه دايما يعني؟ هل بتبص على حاجات معينه، بتبص على تكنولوجيز معينه، بتبص على ايه يعني؟ ايه اللي بتدور عليه؟ والله it depends. التكنولوجي المعينه اللي دايما ببص عليها بتبقى لينكس، لان معظم الحاجات بترن على لينكس. تبقى ايه؟ لينكس. اه سوري سمعت. معظم السيستمز بترن على لينكس، غير كده مفيش حاجه سبيسيفيك قوي للتكنولوجي. الشركات اللي اشتغلت فيها حاجات ليها علاقه بالانفراستراكشر عاده بتبقى اللي بقى عاوزين حد يفكر شويه بمنطق، عنده شويه سوفت وير اكسبيرينس، شويه سكريبتنج اكسبيرينس، يبقى حد قادر يبريدج الجاب ما بين الديفلوبس. هو جاله تليفون واضح كانت يمكن اون كول، ودي مصيبه ثانيه. انا مستضلس عنده برد. لا اون كول ولا حاجه. لا 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 اون كول مش دخلت خالص. ايوه بس فزي ما بقول لك المين تكنولوجي سبيسيفيك انترفيو كان بيبقى ليه علاقه بلينكس، غير كده بتبقى حاجات جينيريك. يعني لما كنا بنسال حاجه ليها علاقه بكودينج مثلا، كنت بقول للناس بيك اب وات ايفر لانجويج يو وونت، يعني مش فارق معايا قوي هتحل البتاع ايه، بس عاوز افهم انت بتعرف تستراكشر بروجرام ولا لا. بتبقى حاجات ليها علاقه بنتوركس مثلا، هو السؤال الشهير بتاع لما بتفتح وات ايفر دوت كوم على البراوزر احكي لي اللي بيحصل بالظبط. حاجات بالمنظر ده. لكن الحاجه الوحيده سو فار اللي كنت بسالها تكنولوجي سبيسيفيك هي حاجات لينكس. طب ده كويس، ما دي برضو وجهه نظر تانية في موضوع ال الانترفيوز يعني. انت بتركز على الجزء بتاع الاوبريتنج سيستم نفسه، بيبقى ان هو
اللي كل حاجه بترن عليه في الاخر. يعني انت لو في عندك مشكله نتوركس غالبا هتبتدي من النتورك ستاك بتاعه لينكس، او عندك مشكله بيرفورمانس غالبا هتبقى محتاج تبص عليها من وجهه نظر دي واتيفر، يعني سكيورتي وكذلك. فدي برضو بتبقى حاجه بتحتاج تعرف على الاقل الناس اللي بتتكلم دي هي عارفه ايه لحد فين. غالبا انت مش هتلاقي حد عارف كل حاجه يعني، بس هتلاقي يعني في زوايا معينه هو كويس فيها وزوايا تانية ممكن تبقى مختلفه شويه. ده حقيقي. هو كمان يعني هو في الاخر هو ده مش بيبقى البوليسي بتاعتي انا، دي بتبقى البوليسي بتاعت الشركه. انا بس بدخل بنفذ الشركه بتدور على ايه في الانترفيوز، فدي ده حاجه مهمه تفرق. بس لو انت بتدور على اكزامبلز حلو، انا كان احسن انترفيو لوب خدتها ريسنتلي، كنت انا الكانديديت مش الانترفيور، كانت في الشركه اللي فاتت، شركه شغاله في الفينتك في يو كي، جو كارد. كنت شغال جو كارد بالظبط، واشتغلت هناك اس ار اي. هما كانوا فترة ماشيين ورا الانترفيو ستراكشر العادي بتاع السوق، وبعد كده قرروا ان هما مش محتاجين this level of sophistication، وان هو ده مش بيديهم السيجنال الحقيقية اللي هما عايزينه، فغيروها ل different kinds of interviews. كان في two interviews بالنسبة لي جداد. الأولاني بتدخل مع engineer online، يدي لك access للينكس machines وتقعدوا تدردشوا سوا، يعني هو الماشين دي فيها مشكله الفلانيه هتحلها ازاي، وتقعد تحل البتاع قدامه وانتوا شايفين بعض في نفس السكرين. وميزه ده ان هو لو عطلت هو ممكن يديلك هند ما اعرفش مين، ويقدر يقيم انت وصلت لغايه فين. وده بالنسبه لي كان فيري انتراكتيف وفيري هاندز اون، فيري نايس. وقادر توريه له انت رايح فين، يعني هو شايف انت كومفورتبل قد ايه على التيرمينال، فاهم انت رايح فين وجاي منين، قادر تنافيجيت اراوند في الفايل سيستم والكونفيج فايلز والديباج البروسيسز اللي شغاله وهكذا. الانترفيو الثاني اللي كان بالنسبه لي مايند بلوينج كان برينسيبال انجينير، وهو كان المانجر بتاعي في الاول اول ما رحت، وهو احسن مانجر عدى عليا في حياتي تو بي اونست. كان قال لي بص انا هديك 20 توبيك، وقعد يرص لي شويه توبكس كده، داتابيزز، فايل سيستمز، لينكس، سكيورتي، نتوركس، وقعد يرص كده 20 توبيك. هنختار 3 4 توبكس انت اللي هتختارهم، وكل توبيك هتختاره هقعد اسالك فيه لغايه لما اجيب اخرك، وبعد كده نموف اون على التوبيك اللي بعده. فكانت اسئله كويستشنز اند انسرز، وكان بالنسبه لي فورمات غريب الحقيقه، بس ات واز ريلي نايس، لان هو في الاخر انا اللي اخترت التوبكس اللي انا شايف ان انا فيها كويس، لان هو مش هدفه في الاخر ان هو يوقعني، هو هدفه ان هو يعرف انا واصل لغايه فين فعلا. و was really nice. لا وكمان هو عايز في نظام ايه، اختار pick your poison. هو مش عاوز يسألك وخلاص، يعني مش عايز يوقعك. على فكره نفس الحركه حصلت معايا في تويتر برضو، الهايرنج مانجر بتاعي اللي هو السكيب بتاعي دلوقتي، في واحده من الانترفيوز قال لي طيب rate yourself in the following technologies اللي التيم بيستخدمها، وبيزد على الريتنج ده ديزايند الجزء من الاون سايت انترفيو، اللي هو فلان عاوزك تسال في الحته الفنيه، فلان عاوزك تسال في الحته الفنيه وهكذا. which was nice as well، لان هو في الاخر وهو قالها لي صراحه، انا مش هدفي ان انا اسالك في حاجات ضعيف انت قلت انك ضعيف فيها، انا عاوز اعرف انت لما بتقول انك قوي في حته بتبقى واصل لغايه فين فعلا. هو السؤال الحكاية دي بتبقى يعني خنيقة قوي. يعني فاكر برضو قرر حد أول انترفيو، لا كانت أول in-person انترفيو عملتها في مايكروسوفت، كان ده كان 2007 بين كنت في مصر. وكان برضو واحد من المانجرز اللي كانوا بيعملوا انترفيوز، كان هو أنا ما كنتش عارف بعد كده عرفت بقى لما اشتغلت إن هو كان ماسك البي آي تيم وبتوع الداتابيز وبتوع الداتا أناليتكس وبتاع. فهو كان سألني أول سؤال بروجرامينج عبيط كده، وبعد كده راح إيه عايز يسألني سيكوال. كان اول مره يمكن 3 4 مرات في حياتي سالت سيكول في انترفيو اساسا، بس اني anyway يعني فقال لي انت كويس في السيكول، يعني ريت يور سيلف فروم 1 تو 10. فانا رحت قال له مش عارف 8 باين ولا ايه، يعني السؤال طلع من مناخيري. يعني اللي هو انا كان يعني لسه كنت غير ساذج، كان مثلا لسه متخرج بقى 3 سنين ولا بتاع. المهم انا استعبطت في الاول وحلت له السؤال ببلتن فانكشن موجوده في سيكول سيرفر مثلا لسه ظهر من شهرين. اللي هو ايه لقيته بص لي بصه كده لو انت بتستعبط يلا. وبعدين ايه فقعدنا بقى نغوص في الحل بطريقه تانية، ما وصلتش لحاجه في الاخر. بس هو تقريبا ما اعرفش بقى يعني هو اداني هاير ولا هاي ادن نو يعني، بس في الاخر انا جالي اوفر، فما اعرفش بقى اذا كان هو من ضمن الناس اللي قالت ولا لا. بس الواحد اتعلم درس ساعتها لما حد يقول لك الموضوع ده، يعرف انك انت داخل اعدام برجليك. يعني
عارف القصة الشهيرة بتاعت فان جويدو صح؟ ده مين؟ جويدو فان روسوم اللي عامل بايثون. اه تمام اه عارفه. لما راح يجوين جوجل، جوجل عادة الريكروتر بيبعت لك برضو كده ليست اوف توبكس ويقول لك كريت يور سيلف. فهو جاء واحد من التوبكس ان هو بايثون. وانت بتريت يور سيلف على سكيل من 1 تو 10، فجويدو ريتد هيم سيلف 8. زي زميل يعني. سبحان الله. كان في حاجه مشابهه في الـ في الـ مع الـ مع الناس بتاعت روبي برضو، حاولت اطلع الفرق ما بين روبي وروبي اون ريلز مثلا. فكان اللي كان يعني غلط شويه في الاسئله اللي هو الماتس اللي هو عامل روبي ما كانش مجاوب كل الاسئله صح، ما يعرفش الفرق ما بين روبي وروبي اون ريلز. وفي نفس الوقت يعني اعتقد بتوع بايثون وبتوع روبي الناس اللي شغاله في اللانجوج بيكتبوا سي اكتر، فهم يعني ما يعرفوش اللغه برضو بالشكل مش بالتعمق ده بقى، مش هيقعد بقى هو مش متخيل احيانا الناس بتستخدم اللغه ازاي. يعني هو بيبقى متخيل ان دي اليوز كيسز بتاعه السنتكس اللي هو عاملها وعاملها بكوهيرنت بشكل كوهيرنت معين ومش عارف ايه، بيطلع ناس تعمل حاجات يعني خزعبليه اصلا مش متخيل ان ده ممكن يحصل. بس هو ممكن زي ما تقول هو فعلا غريب ان هو الاكسبرت اصلا في السي مش الاكسبرت في البايثون. تمام. تعال نرجع تاني كده لل في ايه تاني. تمام نحاول ارجع بس للاسئله اللي كانت موجوده. في واحد اسمه مصعب هنا اسال اسئله كتير قوي. خليك تجاوب سؤال كده. لا ده مش سؤال. ريد هات خلصت اوبن شيب في كان كده زي جاوب يا استاذ. لا انا كنت بتكلم عشان انت كنت بتقول لي منزله ستاك تنزل على البير مات اللي عندك، فاوبن شيفت برضو بتاع ريد هات بيعمل كده. هو ده من ضمن الاسباب اللي كانت اي بي ام اشترت ريد هات علشان عشان الحاجات دي كلها الهايبريد كلاود والكلام ده الحاجات اللي كانت ناقصاها يعني. طيب في ايه تاني؟ ناس بتقول في ناس بتقول ايه الديف اوبس. احنا يعني قلنا الكلام ده في الاول فيعني ممكن ترجع بالفيديو يعني. كان في حد برضه هنا طبعا I'm currently a student I'm looking for work as a DevOps engineer upon graduation should I change my POV and start looking for standard SWE role or is it okay to start DevOps engineer. وهنا اعتقد جاوبنا حاجه شبه كده في الاول، قلنا موضوع يعني DevOps والحاجات دي عشان هي مالتي ديسيبلينري شويه محتاج تاخد خبره في مجال من المجالات اللي الروافد اللي بتوصل للمجال ده فتره. بس انا ما اعرفش يعني ده وجهه نظري، فانتوا بقى ايه انتوا يعني اكيد ادرى بالموضوع. هل انتوا بتقابلوها دلوقتي مثلا بتلاقي حد فريش جراد وجاي از اس ار اي مثلا وبتقبلوه عادي، ولا بتبقى غالبا الناس اللي جايه عندها سام سورت اوف اكسبيرينس في واحد من الروافد بتاعه الموضوع يعني؟ جوهد يا مصعب اي ثينك ان انت عندك اجابه نموذجيه للسؤال ده. مش نموذجيه قوي بس personal experience يعني في الشركه عندي حاليا ينفع حد يبقى فريش جراد ويشتغل از جونيور اس ار اي. انا بس تجربتي الشخصيه مختلفه، يعني تجربتي الشخصيه ان انا ما لقيتش نفسي ينفع في ده غير لما قعدت فتره شغال الاثنين. كنت شغال انفرا جنب السوفت وير واحيانا نسبه كل واحده فيهم كانت بتختلف على حسب الشركه محتاجه ايه في الوقت اللي انا في الوقت ساعتها. يعني احيانا كان بيبقى معظم وقتي رايح ديف اوبس ويمكن حتى 100% او انفرا يعني مش ديف اوبس، واحيانا كان بيبقى وقتي كله رايح سوفت وير واحيانا ميكس من الاثنين. مشكله ان حد يشتغل في ديف اوبس ان هو محتاج اتس ا مالتي ديسيبلين رول، فمحتاج يبقى عنده بيز كويسه في السوفت وير اتليست وفي الاوبريتنج سيستمز وفيها شويه حاجات تانية. يعني لو عنده اكسبيرينس عظيم، لو عنده شويه نتوركس ديب اندرستاندينج كويس، لو عنده حابب سكيورتي مثلا او مثلا لو هو الاس ار اي او البوزيشن اللي هو رايحه ديف اوبس بوزيشن اللي هو رايحه متخصص شويه في حاجه زي هادوب مثلا او داتابيزز، فهو محتاج يبقى فاهم شويه. ينفع فريش جراد يشتغل
بس it's in my opinion really hard. ومحتاج يبقى بذل مجهود حلو ومستعد ل different class of bugs و problems و different class of communication ما بين teams و roles وغيرها. ف it's challenging. It's easier إنك تبتدي سوي in my opinion. وينفع تسويتش بعدين. It's easier إنك تبتدي infra بس. يعني هو مش DevOps بس infra وتسويتش بعدين برضو. حابب أقول حاجة في ال. واحد. أنا فاكر يمكن من سنتين أو من ثلاث سنين إنه الهايرينج بول في جوجل للإس آر إيز كانت هي نفس الهايرينج بول بتاعت السوفت وير إنجينيرز. فا وأنت بتبقى أصلاً متهاير وما تعرفش إن أنت تشتغل إس آر إي لتر أون يعني. فدي حاجة برضو إن في ناس يعني it's possible إن في حد لسه فريش جراد يشتغل في إس آر إي أو ينترن في إس آر إي برضو. لأن أنا في محمد باسم برضو محمد باسم شغل فيسبوك دلوقتي كان برضو إس آر إي انترن في جوجل فترة من الفترات يعني. بس جميل جميل. هو جوجل is a special case شوية لأن هم أولا جوجل هم الصاغوا الترم بتاع سايت ريلايبيليتي أو SRE. ثانيا هم ال definition بتاعهم لل SRE كان هو in what happens to operation, what happens when you task what used to be operations to a software engineer. فهو بالنسبة له هو بيدي ال operations as a problem لل software engineer game background software engineer. بس برضو معلوماتي ريسنتلي ان هم غيروا التراك بتاع الهايرنج. فبقى عندك تو جوه جوجل في ديستينكشن ما بين اس ار اي جاي من سوفت وير باك جراوند او اس ار اي جاي من سيستمز باك جراوند. وده حتى باين من الفانل بره يعني انت في الانترفيوز بتختار تراك من الاثنين. اوكي. مع شويه ريستريكشنز. فانت لو داخل اس ار اي من التراك بتاع السيستمز ماي اندرستاندينج از ان انت مش هينفع تسويتش ات اني تايم تبقى سوفت وير انجينير. هتعمل انترنال انترفيوز بس لو انت داخل من الاول التراك بتاع السوفت وير انجينير هتعرف تسويتش في اي وقت. As we have caliber from GitLab, can we have enhancement in tree train mechanics and CI pipeline. هذا طالب فيتشر سبورت اهو. والله I think ان هم they have like a public issue يعني في GitLab. ممكن تحط الايشو دي هناك وانا واثق 100% ان هم هيشتغلوا عليها لو هي مفيده. في حد احنا جينا ست اونكول كده بضحك بس دي حاجه من الحاجات اعتقد اللي محتاجه يعني الناس اللي بتهتم شويه بموضوع الاونكول ده. هل دي حاجه يعني اسينشال في الشغل بتاع اس ار اي انك انت يو هاف تو بي اونكول؟ يعني ذير از نو واي اراوند ات. يعني الديفلوبرز بيبقوا اونكول احيانا بس في اماكن ممكن تلاقي اماكن فيها اونكول براحه دماغك لو انت ما بتحبش الموضوع ده. بس هل الاس ار اي بقى انت يعني واحد من الحاجات اللي عايز تبقى عارفها انك انت لو ما بتحبش الانكور ما تخشش اصلا بتريح دماغك اصلا ولا في سماحيه في الموضوع يعني؟ I think it depends على الشركه يعني. I think فيسبوك الناس حتى السوفت وير انجينيرز ما فيش تفرقه ما بين الاس ار اي والبرودكشن انجينيرز وما بين الديفلوبرز كله انكول. المساواه في الظلم عادله عندك. يعني كله انكول في فيسبوك. في الشركه بتاعتي مثلا تبقى على حسب التيم. انا اس ار اي في التيم بتاعي تحديدا مفيش اونكول بس في ريليز مانجمنت اونكول. دي حاجه مختلفه شويه لان احنا كل شهر انا اسف الريليز مانجر مسؤول عن الريليز لمده شهر فبيبقى اونكول طول الشهر بس ملوش علاقه بالبرودكشن سيستم هو مسؤول عن الريليزز بس. فهي بتبقى على حسب الشركه على حسب التيم بس هي اي ثينك اتس ان اسينشال ثينج يعني. تقريبا كل الانترفيوز اللي دخلتها اللي ليها علاقه بالاس ار اي اتسالت على موضوع الاونكول. مصعب برضو ممكن ياخد الحديدة ويكمل وراي. هو أنا مقتنع بالموديل بتاع فيسبوك إن هو if you build it you have to own it we have to be to feel the pain. ونفس الموديل موجود في جوجل حتى يعني في جوجل هم حتى بخديني to the extreme إن هو لسر إيه من حقه في أي لحظة يسيب التيم ويسيب البيجر ويقول لهم لا أنا مش لاعب لأن السيستم أنتوا كده بحطن لي تحت لود قوي. بس برضو زي ما احمد قال it depends على الشركه.
يعني في جو كاردلس مثلا ما كانش انك تجو اون كول حاجه اسينشال، هي حاجه حلوه بس يعني يو ار نوت فورسد تو جو اون كول، بتروح اون كول بس لما بتبقى حاسس انك ريدي، وبتاخد فتره قبليها بتريفرس شادو عدل. يعني انا قعدت هناك تقريبا سنه ونص ما كنتش اون كول ولا مره، لان ما كانش لسه، لان هم كمان حتى كانوا حاطين شويه ليميتيشنز على البايب لاين بتاع هتدخل اون كول ازاي، لان هم عاوزين اللي يدخل اون كول يبقى 100% ريدي يبقى اون كول. فكانوا مركزين مع اللي قبلي في روتيشن هو يجت ريدي، فما كانش لسه دوري اللي هم محتاجين التيم كله يركز معاه عشان يبقى فعلا اون كول. في تويتر انا اون كول فروم، يعني اول ما خلصت البروبيشن بيت اون كول بدل النار الاون كول حاجه مهمه. هو مهم بس الناس ما بتحبش تبقى، ما بتحبش تتعذب يعني. وهو ده من وجهه نظري من احد اهم سمات الاسري ان جنرال. انت في الاخر انت ما بتحبش تعمل، انت بني ادم كسول بتحب اوتوميت كل حاجه، ولو لقيت حاجه بتتكرر كتير محتاج تفكر في طريقه ازاي تخليها اوتوميتد او تلغيها او يعني تحسنها او تحل المشكله تماما، حاسسها مش موجوده اساسا يعني. بالظبط. بحيث انها يعني لو انا النهارده بمانج 1000 سيرفر، لو بكره بمانج 5000، انا عاوز اللود بتاعي ما يتاثرش، عاوز اللود بتاعي هو. لو انا في اي اكتيفيتي او اي حاجه محتاجه تتعمل مني هتزيد مع عدد الماشينز اللي انا بمانجها، هتبقى مأساة يعني. At some point it will not be scalable. The human is the least scalable factor في أي شركة. وده بينطبق على الأنكول. الأنكول ميزته الرئيسية إنه هو طبعا مصدر عذاب وقلق وقلة نوم وديهايدريشن، especially لو في incident كبيرة، بس هو في experiences مش هتعرف تاخدها من غير أنكول. في حتة في السيستم مش هتفهمها بجد غير لما تضرب في وشك في الساعة 3 الفجر وانت محتاج ترجعها حالا، لان الاكسترنال اي بي اي بتاع الشركه واقع مثلا يعني، او لان ما حدش عارف يساين اب، او لو ما حدش عارف يدفع او كذا. فالاون كول تجربه مفيده بس هي في نفس الوقت عذاب. مش عايز اتكلم على اتكلم انا محمد بعدين. الاعلانات ما بتطلعش في الصين، لازم تصحى الساعه 4 الصبح. او لا، احيانا بتبقى حاجات اسوأ من كده، اللي هو في شويه يوزرز في الصين بيشتكوا ان هم مش شايفين المسجز. نعم امرني، انا مش شايف اي حاجه على الجراف، بس لازم تقعد تدور والديج اب لغايه ما توصل هو في مشكله فعلا ولا لا، ولو في مشكله لازم تتحل. ففي نوع من المشاكل مش هتقابله غير في الاون كول، وفي درجه من فهم السيستمز مش هتعرفها غير لما تكون اون كول. مش عارف ده نتيجه لانك بتشوفها بتفيل ان ديفرنت ويز، ولا لانك عشان تطلع اون كول عشان تستعد بتحاول تفهم الدنيا اكتر، ففي ايفورت هتبذله. يعني في فرق ان انا افهم حاجه عشان شغال على بروجكت، وان انا افهمها عشان انا همسك، انا المسؤول، اللي هي لو ضربت انا اللي هصلحها. لا، وساعات بقى حتى في لو مثلا لي اون كول مثلا في لايف انسيدنت موجود وناس بقى مع بعض بيحاولوا يحلوا المشكله، انت بتتعلم من الناس يعني. حتى لو انت يعني انت بتاخد، تلاقي مثلا حد جامد جدا في مثلا في الدايجنوستكس، مثلا جامد جدا في الاوبرين سيستمز ومش عارف ايه، فتنفسك لقط منه حاجات، ما انت شايفه بيعمل قدامك سحر اسود هتلقط يعني. وفي ناس بتبقى كمان من كتر الخبره، انا دي بقى شفتها كتير، في ناس اللي هو بيبقى مثلا هو تيست اركيتكت مثلا او حد تقيل في الموضوع ده، فهو فاهم الاند اند سيناريوز بتاعت الشركه بشكل رهيب، فهو بيبقى عارف لو دي وقعت غالبا ده وده 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 وده، هو اصلا في حاجات لسه ما وقعتش، هو عارف ان هي هتقع يعني. هو يعني خلاص، احنا مادام الكور كومبوننت دي هي اللي وقعت، فهو عارف الوصل، موصل دماغه واصل فيها الانتر كونكتيفيتي بتاعت السيناريوز، فتبتدي يقول لك طب خلي فلان يروح يبص على كذا وكذا وكذا وكذا، عشان ممكن تلاقي ان هم فيهم مشاكل، يطلع فيهم مشاكل فعلا، والمونيتورنج لسه ما كانش له القطه، لان المونيتور ممكن يكون متاخر مثلا 10 دقائق ربع ساعه قبل ما ماي فاير، فتلاقي هو اوريدي من مجرد خبرته في الموضوع. فالحاجات دي بتبقى امبرسيف الصراحه يعني على قد ما هي فيري يعني ستريسفول، وبتبقى فعلا مقرفه، بس اعتقد ان هي بتبقى ليها علاقه بالامبلمنتيشن بتاعها اكتر من الفكره فيها نفسها يعني. ان في شركات علشان مثلا سواء بقى يحاولوا يوفروا فلوس او يحاولوا يعملوا، فتلاقي ان بيخلي الناس تبقى نفسها 24 hours، دي برضو بتبقى صعبه قوي
يعني انا اللي بحس ان في موديل تاني بيبقى بفكره ان هو بيبقى فولو ذا سان مثلا، هو بيبقى التيمز بتسلم بعض في دول مختلفه، فتلاقي الناس كلها بتتكلم مع بعض ورايقه وفايقه واسمه ده وكويسه وما فيش مشكله، يعني اللي هو مثلا دول الايست كوست مثلا بيسلم الويست كوست، والويست كوست بيسلم مثلا استراليا، واستراليا بتسلم لندن. فبتلاقي ان الناس مش ستريسد، ما فيش حد في الليله دي قاعد الساعه 3 الصبح بيحاول يحل مشكله معقده يعني. فبس طبعا ساعات بقى لو انت محتاج الاكشوال انديفيديوال اللي كتب الحته دي حاجه تانية، لكن ساعات انت ممكن تبقى الناس كلها بتتعلم ومبسوطه ومفيش حد متضايق يعني. غير انها فلوس زياده. اتكلم احنا قول احنا. كنت بقول غير انها فلوس زياده يعني. ما عاد عندكم انتوا. الناس اللي متدلعه في اوروبا دي حاجه تانية. كانت هتقول لك ده جزء من الكومبنسيشن من الاول، وفي شركات هتبقى بتقول لك ده كومبنسيشن لوحديها وهكذا. الموضوع مختلف يعني. بالنسبه للفولو ذا سان، اي ثينك ان معظم الناس دلوقتي بتبقى عاوزه تعمل ده. المشكله دايما بتبقى في التيمز اللي لسه بتبتدي ولسه بتتكون. يعني التيم بتاعي كان ده الهدف، بس احنا لسه ما وصلناش للعدد ده، فاحنا لازم بنبقى الاسبوع الاون كول بتبقى 24/7 يعني. هو الميزه ان هو بيبقى مره في الكورتر فالحمد لله. بس في نفس الوقت كويس يعني انك انت برضو الموضوع ما يبقاش طول الوقت يعني، لان ساعات برضو كان اللي انا شخصيا جالي منه يعني، عارف اللي هو قفلت خلاص موضوع الانكول ده، ان انا كنت في الفتره اللي انا كنت فيها كان من كمان 8 7 9 سنين حوار كده، كان التيم كله انكول اول ذا تايم. انت بس بتفرق انت فين في الروتيشن يعني، انت رقم 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 يعني. انت ممكن تبقى انت اخر واحد ويجيلك الكول لان كل اللي قبلك ما ردوش. فانت مثلا قاعد في مطعم بتاكل، ولا قاعد خارج مع اولادك، ولا عامل اي حاجه، فان طب اجيب لكم لابتوب منين دلوقتي يعني اللي هو. فبتبقى فعلا ستريسنج جدا، بالذات لما تبقى في الاخر بتتكلم في ادفرتايزنج بيزنس يعني. لو انا عارف الفلوس وكل حاجه، بس محدش حياته هتنتهي علشان انا يعني مش دكتور. لا ما ظهرش. بالظبط. نعم. عشان الاعلام ما ظهرش. بالظبط يعني. انا مش نبط، مش الدكتور النبطش يا حضرتك يعني. ما هو برضو في سيرفيسز السنسيتيفيتي بتاعتها بتختلف، بس هو زي ما انت بتقول، هو ده معناها ان اولا هو في مانجر محتاج يتحاسب في الموضوع ده، لان التيم كله اون كول ده اسهل وسيله ان التيم كله يبقى بيرند اوت، وات سام بوينت ما حدش هيعرف يعمل حاجه يعني. at some point هتلاقي التيم كله فايص منك ومفيش حد موجود يعمل حاجه، ساعتها ما تبقى مشكله حقيقيه بجد. الحاجه الثانيه depends على السيرفيس كريتيكال قد ايه يعني. هو مش مفروض ان انا عامل كل السيرفيسز بنفس الليفل من الارجنتي يعني. في يعني المفروض يبقى في some effort و some thought مبذول في ان انا احسن الالرت. انت المثال اللي انت كنت بتقول من شويه مثلا، احسن حاجه اللي هو الشخص الاكسبيرينسد اللي عارف لما السيرفيس دي تقع ان في سيرفيسز تانية باظت. هو most probably السيرفيس التانية didn't alert yet، لان هي configured انها تقعد فتره الاول وتالرت عشان ما يبقاش بيالرت كل 5 دقائق. بالظبط. لانه otherwise انت ممكن الاون كول يجي له فولس. بالظبط. او it's better ان هو يبقى يجي له بيج متاخر دقيقه عن ان هو يجي له 6 بيجز كل يوم مثلا، 5 بينهم مش بيجز بجد. تمام. تعال ناخد كده سؤالين كمان ونقفل بقى لان الوقت اتاخر. في كده نشوف. ده سؤال حلو صراحه. Do you see in the need that in the near future each developer should have a knowledge in DevOps tools or fast deliver the software؟ هو اعتقد ده نير فيتشر، ده رأيي الشخصي. احنا بنتكلم في الموضوع ده دلوقتي اوريدي وبقاله فتره حتى يعني. فكره ان الديفلوبر يبقى اوير ازاي السوفت وير بتاعه هيبقى ديبلويد وهيبقى مانجد وهيبقى مستخدم في البرودكشن، ويبقى بيقون جزء من اللايف سايكل بتاعه الموضوع ده، سواء بقى من ناحيه الانفراستراكشر بتاعته مثلا، حاجه بسيطه جدا زي دوكر مثلا، انك انت بتكتب الدوكر كونتينر بتاعك ازاي، لحد حاجه ممكن تبقى معقده شويه بقى انك انت عندك شويه كوردينيشن وشويه اوركستريشن وبتاع والحاجات دي ممكن تبقى اكبر شويه. لكن انك انت تبقى عارف التولز دي او عارف ازاي ايه اللي مطلوب منك في الموضوع ده، ده من وجهه نظري دلوقتي بقى اسينشال سكيل يعني. رايك ايه؟ اقول انا ولا مصعب؟ اللي حب انت فاتح مايك مصعب. انا فاتح المايك. والله انا بتفق، وفي نفس انا مش شايف انها انجينير فيوتشر خالص،
او اتليست يعني مش شايف ان يعني مش بشوفها مانداتوري. هي اتس ا جود يعني جود ثينج تو نو اوف يعني ان انت تبقى عارف السوفت وير بتاعك بيوبريت ازاي مثلا, تبقى عارف تطلع المونيتورنج بتاعه وتبقى شايف الحاجات, بس مش اسينشال في الاخر. انت برضو سوفت وير انجينير بتطلع السوفت وير مظبوط وبكود كواليتي معينه, وفي تيم تاني بيستلم منك بيبقى مسؤول اكتر عن الانفراستراكشر يعني. فانا مش شايفها خالص قريب حاجه هتوفرلاب حاجه يعني. انا شايف ان هي علاقه بانت عاوز تروح فين في الكارير بتاعك يعني. انت شغال في شركه سيرفيس صغيره بتعمل مواقع لشركات, you don't really need it لانه most probably هو ووردبريس ثيم وتعدله وتحطه وخلاص. لو انت شغال في برودكت او عاوز توصل انك تشتغل على سكيل, I believe ان انت you have to understand لان انت at some point هتبقى محتاج تكتب الكود نفسه يأكسبت ريكوستس من كذا حتة, وتبقى فاهم يعني ايه الكود بتاعك بيران ورا اللود بالانسر, وتبقى فاهم انت بتستور الستيت ولا لأ, وهتكونكت على داتابيز عاملة ازاي, طب لو الداتابيز وقعت المفروض احط الحاجة فين, طب لو هنستخدم pub sub system وعندي different consumers والاتنين قروا نفس المسج المفروض اشتغل مع ده ازاي, ولو وقع المفروض اعمل ايه, وابقى فاهم يعني ايه DNS والنتورك رايحة فين وجاي منين. ف I do believe ان انت محتاج تبقى فاهم شوية concepts, مش لازم تبقى فاهم التولز بتاعت الديفوبس, بس لازم تبقى فاهم السوفتوير بتاعك هيران ازاي في البرودكشن انفيرمنت وهتسكيله ازاي. لان ممكن يبقى الانيشال فيرجن اللي بتنزلها هي 1 كونتينر فمش مأساة, لكن الشركة فجأة كبرت مثلا او خدت فند فعملت ماركتنج كامبين فبقى ال 10x او 100x عدد الكاستومرز الموجودين وانت في الشغل حالا, فانت محتاج تعرف تسكيل مع ده. عشان تعرف تسكيل مع ده you have to understand much more than just الكود اللي انت بتكتبه. وان جنرال يعني هو انا ما شفتش حد اتعلم حاجه مهما كانت وكانت سيئه بالظبط ما استفدش يعني. at some point هتكليك في حاجه, فانت ما تستخسرش في نفسك يعني. واي ثينك برضو ان انت طول ما بتليفل اب في الكارير بتاعك از سوفت وير يعني, لما بتبقى سينيور او principal او whatever بتخبط شويه برضو في الحته بتاعه الانفراستراكشر غصب عنك يعني. زي ما مصعب كان بيقول كده, لو في pub sub او حاجه شغاله انت تبقى مضطر تبقى عارف ايه اللي بيحصل, المسجز بتوصل ولا ما بتوصلش, الانفراستراكشر هنا عامله ازاي. فاي ثينك ان ده بيحصل اوتوماتيك يعني. هو انت مش بس هتخبط في ديف اوبس, انت هتخبط في بيزنس كمان يعني. كل ما بتاعك هيكبر كل ما هتبقى محتاج تتكلم مع السي اف او بتاع الشركه عشان تنظمه معرفش مين, عشان الانفرا توفر كوست بس في نفس الوقت تعرف تسكيل معرفش مين, عشان الماركتنج عنده كامبين بتعمل ايه, ومحتاج تنسب بين 3 4 تيمز بيعملوا ديفلوبمنت. فانت يو هاف تو انديرستاند ايفريثينج لان انت يعني هتتكلم مع كل دول ات سام بوينت. وعلى حسب برضو انت عاوز تروح فين بالكارير بتاعك. لو انت عاوز تفضل لحد بيعمل ويب سايتس وحاجات صغيره مش عيب والله, عادي يعني. في ناس بتبقى عايشه ودخلها كويس وبتمنتين ورك لايف بالانس كويس بحاجه زي كده, you don't really need it. بس لو انت بتفكر انك تكمل as a pure software engineer وتطور من نفسك وتشتغل في شركه اكبر او حاجه زي كده, لا it's a must. جميل جميل. انا الصراحه مستمتع جدا بالحوار ومن نفسي ما يخلصش, بس في نفس الوقت احنا بقى لنا ساعه ونص او اكتر تحديدا ساعتين يعني, فعشان برضو الناس ما تزهقش مننا نحب ان تاني اشكر احمد واشكر مصعب ان هو يعني كده يعني راجل حب يعني يخش برضو يساعدنا كده في الكلمتين الحلوين اللي بنقولهم دول. وانا نفسي برضو ان احنا نقعد قعده كده جميله برضو, قعده بقى فيها شويه تكنيكال اكسبرتيز لطيفه يعني, كلنا مره كده نعملها ننظمها بشكل اظرف شويه. بس يعني انا بصراحه استمتعت جدا بالحوار تاني, ويعني اشكركم تاني مره على الوقت اللي خدته معايا النهارده, وان شاء الله يعني نكررها تاني وثالث وعاشر ان شاء الله باذن الله. ونقول سلامتك تاني للمصعب, انا عارف ان هو البرد برضه يعني صعب شويه, بس ان شاء الله ربنا ييسر يعني. الله يسلمك. اي حاجه تحب تختم بيها, اي حاجه تحب تختموا بيها احمد, عايز تقول حاجه؟ شكرا, مبسوط جدا انا كنت موجود النهارده معاكم.
مصعب يعني استاذي استاذنا كلنا والله. لا يا محمد انت كنت في الدفعه اللي اكبر مني قبل ما اجي الكليه. بلاش بقى بلاش بقى كنا هنعديها دي كنا هنعديها. والله كنت هتزني انا ورا احمد كده وبنش. بقول كنا هي بنحبك يا محمد حقيقي. ايوه بحبك يا محمد. ميرسي والله على اللينك اللطيف. يا ربنا يخليك يا باشا اي وقت يا شباب. نقول لكم دايما كلكم تصبحوا على خير ونشوفكم ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع الجاي. مع السلامه.